السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا متابعين قناة الريان الثانية. أرحب بكم من مهرجان البروث التراثي الرابع في منطقة أبا القراريس. شفنا وياكم في الفترة الصباحية مشاركة أخواننا الخليجيين في فئة الحرار وفروخ وقرانيس، وفي الفترة المسائية بنشوف وياكم إن شاء الله بعد قليل انطلاق الشوط، شوط الشواهين ايضا فروخ وقرانيس. حياكم الله من جديد، ارحب بكم وارحب بضيفي واخوي مبارك من ناصر الشافي. يا مرحبا يا ابو سعود. تبقى يا ابو مرحبا تبقى. ابو سعود، شفت المشاركات اليوم؟ ما شاء الله عليه، بيض الله وجهه. ايش رايك في مستوى الطيور؟ طيب، مستوى الطيور طيب، لان جميع الاخوه المتواجدين الخليجيين كلهم ابطال. نعم. اليوم كنا اول النهار كنا نتكلم عن الشيء هذا. اللي الخمسه الاوائل العشر الاوائل كلهم ابطال، كلهم مكررين البطوله، يعني كل واحد ياخذ له في السنة ثلاث أربع سيارات. ما شاء الله ما شاء الله، أقلب أفضل الأسماء وأقوى الأسماء الخليجية تواجدت اليوم في هالمهرجان. إيش اللي جذبهم أبو سعود هذا؟ أبو أقول لك حاجة، شوف سلاسة التسجيل. نعم. سهولة دخول الطيور. نتكلم سجل اليوم ويدخل اليوم على طول. بعضهم في ناس جايينها دخلوا اليوم الساعة 12 بالليل ولي واحدة واثنتين، يعني الطيور تسجلت اليوم الصبح. صحيح. عارف سلاسة التسجيل، دخول سهالة دخول الطيور، قوة الجوائز لها دور، الدور الإعلامي له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى على 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 المهرجان. إذا ما كان هناك دور إعلامي يغطي البطولة ما كانك عملت حاجة. صحيح. أعتقد أن كل العناصر كلها تواجدت. سهولة المعاملة الإخوان البيض الله وجههم، صراحة الغايمين على هالمهرجان. نعم. قوة الجوائز اللي تحفز أن الواحد، في ناس تجي من عرعر يا أخوان. نعم. شفنا ايضا بادره طيبه منهم، تكريم الشخص هذا اللي يستحق صراحه. صحيح. وثالثا شو اسمه الدعم الاعلامي، الدور الاعلامي هو بعد دور كبير. عندنا البدو نقول القدر ما يركب على ثلاثه. صحيح. الدور الاعلامي، قوه الجوائز، سلاسه شو اسمه التسجيل والتعامل مع المشاركين. نشوف ابو سعود قرارات تتخذها اللجنه في اللحظه، مثل القرار اللي اخوي علي بن لحدان في الفتره الصباحيه اعلن المفروض ان الجوائز للمركز الخامس. صحيح. فاعلنها على الهواء انها بتكون الين المركز العاشر. شوف هذا اكبر دليل انهم حريصين على نجاح المهرجان. نعم. يعني الشيء هذا ينحسب لهم، ما حد عملها قبلهم. لما تكون انت حريص على نجاح المهرجان تعكس حتى الحضور، نشوف الحضور، شوف اطفال وشباب وصغار وشيبان كلهم متواجدين. الجماعه هذول يشتغلون بضمير، يحبون انهم ايش؟ يفرحون الكبير والصغير. صحيح. فقرار مثل قرار هذا صراحة خطوة، هو يعرف أن الشباب اللي معاه أو المسؤولين اللي وراه سعيدين بهالقرار. أكيد. ما فما الشخص هذا ما جاء في المكان هذا ولا غرر أنه يزيد الجوائز ألا يعرف أن هذا الشيء يسر المهرجان ويبيض وجيهنا حنا كمشاركين وكهالقطر صراحة. صحيح. هذا من أمسنا حنا، مو بس الموظفين في القائمين على المهرجان. والله صراحة نشكرهم شكر كبير، القائمين على هذه البطولة على راسهم علي بن لحدان المهندي. نشوف مع بعض نتائج الفترة الصباحية في فئة الحرار، سواء فروخ أو قرانيس اندمجت في شوط واحد. المركز الأول سعيد عايض المري، المركز الثاني مبارك إبراهيم البعينين، المركز الثالث رميزان عبد الله الدوسري، المركز الرابع أيضا رميزان عبد الله الدوسري، والخامس علي سعيد كمبش، المركز السادس جمعة عبد الله الفلاحي، والمركز السابع رميزان عبد الله الدوسري، ايضا الثامن والتاسع رميزان عبد الله الدوسري، والعاشر حميد محمد البرغشي. يستاهلون العشره الاوائل. المنافسات ذكرت ابو سعود انها كانت منافسات قويه الفتره الصباحيه، اقل من اجزاء الثانيه. نعم. يعني الطير الاول هو الوحيد اللي كسر ال 23، هو الطير الوحيد اللي كسر، الثاني والثالث اعتقد والرابع والخامس كله 23. نعم. طبعا عامل الهواء له دور. صحيح. اللي يجيب 23 في مستوى هذا الهواء، لو كان ما هناك هواء كان يجيب اقل يعني. صحيح. نتكلم عن مستويات يمكن يكسر حتى مستويات حاجز الواحد 20. الطيور كلها مؤهله، يعني الطير العائد الخامس حتى اذكر
كل الطيور هذه حاصله على سيارات. صحيح، كلها ابطال هذه. كلها ابطال اللي دخلت في العشره. نعم. الطيور. نعم. هذه. نعم. ابطال. وفي هذا الشوط والشوط اللي جاي ان شاء الله ما فيها تاهيل. لا. هذا على طول هب. خلاص. والمركز اللي بيحقق طيرك. نعم. فهو مركزه. نعم. اللي. نعم. بيثبت. أتمنى عليه. اتمنى التوفيق. نعم. للجميع. هذا نشوف جانب من هذه. إيه؟ الفعاليه. هذا الطير اللي حاصل على المركز الخامس اللي هو طير ابن كمبش علي بن سيد. ما بن شاء الله عليك. هذا الطير العام الماضي خذ سياره في البحرين من انجازاته. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. واخر طير نهد، شوف اللي يدعي اللي يصوت. نعم. هذاك علي بن معيض الغيثاني، سعيد بن معيض الغيثاني. نعم. هو اللي حصل على المركز الاول. ما شاء الله في هذا الشوط. في هذا الشوط. ما شاء الله. متعاونين مع بعض كلهم عيال عم واخوان والله لا يفرقهم ان شاء الله. هذه ميزه هذه المشاركات وسعود، انها بعض الفرق تتحدى بعض في الميدان لكنهم هم ربع. ما يحتاج، هم واحد. واخوان ويتعاونون ايضا يتبادلون خبرات. الطير بحريني. نعم. واللي يده سعودي. سبحان الله. في ارض قطر. صحيح. سمعت الله يبارك. تعاون خليجي. اي نعم الله لا يفرقهم. اللهم امين. هذا اللي كان في المركز الخامس. ايه. وهذا المركز الرابع. هذا اشهر من نار. نعم. على علم. هذا رميزان مع عبد الله. صراحه النتائج طيبه. هذا بطل. بطل خليجي. ايه. نشوفه متواجد دائما في المحافل الدوليه ايضا في الامارات. عساه موجود دائما في كل محفل ابو عبد الله. امين امين. الاعداد اللي شارك بها ابو عبد الله نشوف اعداد كبيره سواء في الفروخ او في القرانيس، فهذا تتيح له فرصه يا ابو سعود. مو مساله فرصه، شوف تاكد مليون في المليون، ابو عبد الله ما يقني الا طيب، الرجال هذا محترف من خمس ولا ست سنوات. صحيح. يعني احد اهم الاسماء. صفوه الصف. احد اهم الاسماء المتواجده على على المنصات الخليجيه. نعم. يعني بدون مجامله يعني. صحيح. الرجال فارض نفسه. نعم. بكل علم، بكل علم قانم، بالطيب وغيره. اكيد. تاكد انه ما راح يجيب لك طير عادي. نعم. خلاص تجاوز مرحله انه يجيب طير عادي على اساس رقم. صحيح. لكن يمكن الطيور هذولي العام ابو عبد الله هو اللي حصل على مركز النخبه عندنا في قطر. المركز الاول الشواهين والحرار. ما شاء الله. ايه. فتاكد انه ما راح يجيب الا طير طيب، طير يستحق انه يكون متواجد. يستاهل ابو عبد الله. هذا الطير الثالث يمكن في العشره اعتقد حقق اربع او خمس مراكز، خمس مراكز اعتقد. ايه. من ضمن العشره. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، هذا بحد ذاته انجاز. صحيح، ما في شك، ما في شك. عدد الطيور، عدد الطيور، واذا كانت طيور نخبه اصلا وطيور طيور مسابقات على من الدرجه الاولى، فهذا يهيئ له اكيد انه يدخل وينافس على المراكز الاولى. اكيد. بس شوف انا بقول لك حاجه، شوف اخواننا هذول مثل مبارك البعينين مثل. نعم. مبارك اعتقد حافظ على المركز الاول فتره لين لحد 36. نعم. وبعدين انكسر هذا. ايه. هذول ابطال، هذول ما يهتمون في الكم، هذول يهتمون في الكيف. نعم. يعني هذا لو يدخل لك يعني تتكلم عن مبارك ولا عن رميزان ولا على علي معيض ولا عن ابن كمبش، هذا لو يدخل لك مع الشطور تاكد ان كلها ابطال. صحيح. يعني ما راح يجيب لك طير عادي على اساس اني انا اكون متواجد. انا ما تعنى من بلد الى بلد. اي ما في مجال، ما في مجال. ما في مجال التواجد، فقط اني انا جاي اتواجد. نعم. هذول جايين يحرزون منا، يعني هذا اللي منهم ياخذ ثاني يعني ما عمل انتاج. ما. نعم. عمل انجاز. صحيح. عارف؟ صحيح. لانهم كلنا يطمح للاول. ايه. لان هم اصحاب ايش اسمه؟ اصحاب بطولات، اصحاب انجازات. صحيح. صحيح. شوف هدوء مبارك في السناح. هذا يتيح له فرصه كبيره. هذا متعود مبارك، متعود. لان هذه اللحظه حاسمه. متعود رسول. متعود. الطير هذا من اول ما طلع يعني حتى يوم التعليق الصبح. نعم. من اول ما طلع انا قلت الطير هذا بيكسر رقم. ما شاء الله. هي باينه من بدايتها. باينه حتى. صحيح. حتى الطير اللي كسر قلنا له نفس الحركه نفس الشيء. ما شاء الله. يعني طيور طيبه. الحين تكلم عن يمكن ابو سعود لك خبره انت في الطيور وجناح الطير، تكلم عن المشاهد العادي من بدايه هذه المسابقات عرف وفهم ان الطير اللي تطلع انطلاقته ضعيفة أو يرتفع أو يشط يمين يسار فهذا يطلع من المنافسة. صحيح. شوف لأنك تدري المشكلة شنو يا محمد، أنت مع أبطال. نعم. يعني جزء واحد من الثاني يغير المفهوم. هذا نتكلم عن الحظ بعد. بعد لا الحظ له دور، بس الحظ والله. بعد يبي شيء يساعد الحظ. أكيد الخبرة. إيه بخبرة. نعم. يبي طير يطلع صح. نعم. المسابقات هذه تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على الطير السبوق وعلى على عامل الهواء وعلى الستريت وعلى التوفيق من الله. التوفيق اكيد شيء، كل شيء هذا بامر الله سبحانه وتعالى. هذا اللي حقق ما شاء الله. هذا الاول وهو الاول ان شاء الله. صحيح. ما شاء الله عليه. حتى جورته جورته طيبه. حتى الطير طيب. صحيح. جوره هذا الطير من الطيور يعني الحلوه اللي منظرها. نعم الطير هذا تفريخ على فكره، حر من حر. حر من حر. تفريخ. نعم نعم. بس نبيور حر.
نعم، ما في خلطة جيل. لا لا ما في. لا 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 لا. فهذه المسابقة مسموح بها التفريخ وأيضا مسموح الوحش. نعم نعم نعم. مسموح اللي ما في خلطات. صحيح. اللي مثل الطير هذا يعني. نعم. والله مستوى عالي ممتاز. هذا الطير مستواه طيب طيب، وإحنا نقول كسر التيم يعني كسر. بعد فترة. أنا حتى قلت الصبح قبل، قلت اللي بيكسر 23 هذا 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 لو. ما شاء الله تبارك الرحمن، مستويات طيبة جداً. ومبارك لهم جميع. اشتهل. شفنا اشتهل. إن شاء الله نشوف بعد أيضا في الشواهين، أعتقد اليوم بتصير إنجازات وأرقام. أكيد شو بقول. نعم. هم تراهم نفسهم. صحيح. نفس الأسماء المتواجدة بالحرار ومن نفس الأسماء المتواجدة في الشواهين. مشاركين في الفئتين. في مشاركين في الفئتين وكلهم أبطال. يعني لا تستغرب إن تنقلب الأمور في 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 ثانية. صحيح. بس أنا أتكلم لك عن الشوط نفسه، إذا كان فيه فرق وقرناس الترشيح وين ينصب أكثر؟ شوف أنا بكون معاك شوي صادق، في طير البحريني فرخ، لو أن الطير اشتارته في البداية صح كان خذ الأول وهو فرخ في فئة الحرارة. أي اليوم. نعم. الطير طيب بس استاره طلع مو صح، مو صحيح مسار، أول ما طلع ارتفع. أي هذا يأثر. وجاب 24 أعتقد، أو الطير قوي قوي، بس ان الطير طلع ضيع يمكن 3.25 في الارتفاع. هذه ورجع رجع رجع يعني شو اسمه للمنافسه، لكن تعرف ان هذا نهائي ما عاد فيه. اكيد. ايه؟ اكيد يمكن لو في تاهيل لكن في النهائي. ايه يمكن. ايه صح يمكن هذا. نعم. لكن طبعا احنا نقول فرصه القرانيش افضل، انت صقار ومثلي يعني تعرف ان القرناس متعود خبرة. إيه خبرة، متعود على الفوضى ومتعود على الناس ومتعود على الأجواء، ما عنده مشكلة. الفرخ لا، يبدأ شوي في رهبة، نوع من الرهبة شوي لأنه جديد عليه العالم هذا كله. ذكرت أبو سعود أن الرهبة والناس والقاع هذول الأشخاص ما هدوا في نفس هذا المكان. شوف كلها لها دور، الناس، الكاميرات، شفت الكاميرا العادية هذه. نعم. الفانتوم لها دور، العالم، الصوت، العمال، هذه كلها تأثر على الطير. يعني بعض الطيور يشتاحش من كل حاجة، ما يفترق ينتبه. يعني المفروض أنه صاحب الطير قبل ممكن أن تتهيئها يعني، في نفس الأماكن. مستحيل أنك تجمع العالم وتدعي كل يوم. بروح عند مخيم، بروح عند عزبة، بدعي. حتى ولو يعني تحاول أنك تقرب الأصوات ومن هذا، لكن نعم. صعب أنك تجمع العالم. الأرضية بناصر. الأرضية لها دور. شوف أنا ما عندي ذيك الخبرة الزايدة في 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 المسابقات، لكن حتى من واقع الأرضية تختلف على الطير اللي يدعي في أصبخة، الطيور تهاب من بعض الأرضيات. شوف هذا المنظر أبو سعود من فوق، المهرجان البرثة التراثي الرابع، هذه المساحات الخضراء اللي تريح العين، أيضا تكون فيها فعاليات كثيرة في هذه الساحة، والسحب الحضاري في الستيج اللي على اليسار، وايضا بيوت الشعر المتواجده المقهوي. فبعد شوي بتشوف الناس توافد على هذا المكان، لان الشاشه اللي موجوده، الشاشه الكبيره نشوفها على يمين صحيح. الشاشه حاليا صحيح. هذه الشاشه تنقل الاحداث مباشره، سواء في الدعو مع التواغيت، وايضا في هدد الحضاري اللي هذه الفعاليه جذبت الكثير ابو سعود. ما في كلام. كل يوم خمس حباري يتم عليها السحب قبلها بيوم، ويهيئ طيره الشخص، ويهد ثاني يوم من الطياره اللي ترفعها بالصندوق. وهذه فعاليه شفنا يعني ما شاء الله عليها اخبار كبير وتسجيل عدد كبير من الصقارين. أكيد. مثل هذه الفعاليه العالم يبون، يمكن بعضهم هذا العيال الصغار ولا الاطفال ولا الأجانب المتواجدين، يمكن في حياته ما شاف حبارة. صحيح. على الطبيعة. أيوة. فيتنومس يشوف الهدد، يشوف طريقة الهدد، وبعدين حتى طريقة الهدد زينة، هذه اللي ترفعها بالطيارة بالفاندم فوق وتدم. نعم. فوق، هذا شيء زين يعني. لا تستقطب جمهور. صحيح. أساس يجون يشوفون الهدد. صحيح. أيضا المصورين المحترفين شفناهم بعدسات ويحضرون يوميا في هذا المكان. فرصة لهم. فرصة. يعني بيلتقط لقطات. فرصة لهم. تعتبر فرصة لهم. نعم. نعم. خاصة في هدد الحبارة، أيضا في الدعو. صحيح. في الدعو يعني يأخذ له لقطات مميزة. حتى لو يأخذ له لقطة الطفل قاعد يتقهوى ولا شال له طير ولا حاجة. صحيح. هذه لقطة ما تتعوض. أكيد ما في شك. أبو سعود، أنا وفيت أحمد عبد العزيز من شوي، فقال لي فيه بادرة اليوم طبقوها، وهي أن أي واحد مسجل الطير من الخليجيين. أيه. مسجل برقم تليفون. فأول ما يقطع طيره السنسر الثاني يجيه مسج، شكرا لمشاركتك في مهرجان البرثة،
وتوقيت طيره. اقول لك يعني اقول لك جهد جبار، مو شيء بسيط يعني. الجماعه مجتهدين ومشتغلين بضمير يعني. الاشياء اليوم الصبح انت نسولف عن المهرجان وعن المول، اقول احنا كان عندنا مهرجان واحد اللي هو مرمي. نعم. وعندنا مسابقات. صحيح. الان اصبح عندنا مهرجانات اثنين، مرمي والبرثة. والله ونتمنى تزيد هذه المهرجانات. لا بتزيد ان شاء الله، الامور كلها طيبه وبيض الله وجيهم وكلهم متعاونين. اعتقد ان المهرجانات مثل هذه تنفعنا وتنفع حتى العيال الصغار، تحببهم في السكارة، رجعت للطير هيبته ومعزته وقدره. صحيح. أيضا تقام بطولة أو مهرجان أو مسابقة الصقار الواعد، هذا المهرجان اشتركوا فيه تقريبا حول قريب من 30 شخص، وصارت بينهم مسابقة وفازوا فيها أشخاص، لكن إدارة المهرجان ارتأت أن جميع من شارك في هذه الفئة له جائزة، سواء اللي فاز او اللي ما فاز، مجرد المشاركه. يا اخوي هذه شيء اقول لك، هذا علم طيب منهم يعني صراحه، عيالنا يستاهلون وهذا علم طيب منهم. هذا تشجع حتى الطفل اللي ما جاء، تشجع حتى ابوه يا اخي لما يفوز ولدي، ولا يعطونا تقدير ولا يعطونا حاجه. يا اخي انا يا والد الطفل انا بنبسط يعني. نعم. يعني انا صراحه احب اشكر القائمين على المهرجان واخوي علي المهندي على تكريم هليل العنزي من السعودية. نعم. صراحة يستاهل. تكريمه هو متعني يعني، تكلم المسافة طويلة، يشهد الله أن تكريمه لنا كلنا مو بله أكيد ما يعني في شيء. فهذه بادرة طيبة منهم لأخونا اللي يستحق، اللي جاي من بعيد ولها الخليج كلهم يعني. أكيد. وبعدين حتى بعد رأوا أنها استلام الجوائز الليلة لأخونا الخليجيين. نعم. اللي يبي أساس ما عطلهم يعني. إيه، اللي يبي سيارته، اللي ماخذ سيارة واللي ماخذ نقد الشيك يستلمه، راح يستلمه من اقرب محل ويتوكل على الله. والله يا بادره، فهذا شيء جميل جدا صراحه. نعم. انه الشخص يقدر يجي يمسي ليله واحده ويشارك اليوم الثاني ويتوكل على الله اذا كان عنده. بيض الله وجيهم، والله يعني صراحه ما نقول الا انا شهادتي فيهم مجروحه، لكن ما نقول الا بيض الله. يستاهلون. ايضا احنا نوجه من خلال قناه الريان او شاشه قناه الريان اولياء الامور، يعني احنا نتكلم اليوم وبكره وبعد بكره بيكون النهائي، الحضور وخاصه في اجازه نهايه الاسبوع انها يحضرون عيالهم، ما عندهم مدارس ولا عندهم، فمجرد الحضور هني وانهم يشوفون هذه الفعاليات ويشاركون في السحب، وايضا توجد سحوبات على جوائز تليفونات وايفونات، وما شاء الله يعني شوف الاخوان موجودين في الساحة ويتصحفون هذه الكتب. أيضا هذا كتاب أعتقد موجود هنا، كتاب الكنز موجود ويباع في هذه الخيمة الكبيرة اللي فيها تقريبا 8 أو 9 محلات فيها أشياء مفيدة، هذا الكتاب عن الغوص أعتقد. فالناس تحضر وتشوف وتتفرج على ما يحتوي هذا المهرجان من فعاليات، أيضا السحوبات، الأطفال، توجد آيفونات، آيبادات، جوائز حلوة ومرضية أكيد أنه يفرحون بها. إحنا يا جماعة ننتظر سعد بن علي المهندي رئيس اللجنة الفنية أبو فهد، هو مشغول حاليا في معاينة الطيور أعتقد، ونزل الكشف، كشف الشواهين، وبنشوفه بعد قليل على الشاشة. أبو فهد أكيد بيعطينا معلومات أكثر عن هذه الطيور كاستبعادات أو كمعاينة. ننتظر أبو فهد إن شاء الله أنه يسمعنا ويحضر ويانا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم، خليكم ويانا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. نشوف بسعود الشباب صار بطيورهم هني مستانسين، الفعاليات انتهت لكن الحضور موجود. فعاليات الطيور اقصد المسابقه اللي كانت لهم، كانت اعتقد مقاس الطير ما يتعدى ال 15، وكانت بينهم مسابقه دعو، وللحين موجودين بطيورهم، يعني ما خلوا الطير وجو بروح. هذه شوف بقول هذه تحفظ حتى التاريخ اجيال كامل، يعني حتى تحفظهم من الامور اللي ما لها سنة، حب الطير والخيل والبل والامور هذه اللي تبيض الوجه. صدقني انها حتى تنمي في الطفل كل شيء، المراجل وعلم الغاني وخوف الله والصلاه وهذه. اعتقد حتى في المسابقات يعلمونهم كل شيء، وقت الصلاه وقف صل، نعم، شل الطير، سو كذا، القهوة والشاهي. شوف هذا تدريب، نعلم عيالنا العلم الغانم والشيء الطيب. هذه لفتة جميلة صراحة، أتمنى أنها تبقى على طول. صحيح، لأن هذا الطفل هذا بعد كم سنة بيكون هو شاب ورجل مستقبل ورجل بلد. صحيح، هذا لعيالنا وإحنا تابعين شيباننا قبلنا والأجيال اللي ورانا كذلك. أعتقد أن إحنا لفت الزين حق الأطفال هذا، لأنك ما تنسيهم تاريخك وتاريخ أجدادنا قبلنا. أكيد ما في شك. أيضا يمكن هذه المشاركات أبو سعود، إحنا يمكن ربينا وإحنا نعرف الطير لأن بان عندهم طيور وهل صغارة وهل مقناص، فطلعنا نفس نشوف هذا قدام عيني. لكن الشيء الثاني، هذه جمعة يمكن في بيت ما هو بهل صغارة، صحيح، والولد متولع في الطيور، فهذه الأماكن تعلم منها ويتدرب فيها أيضا مع أخوانه ويكتسب خبرة وبيكون من الصقاقين. نشوف توافد الصقارين أو المتسابقين في بطولة أو فئة قرناص وفرخ الشاهين يتوافدون على الأسناح. هذا عيسى بن علي المهند المسي عليه بالخير بيض الله وجهه رئيس الحكام، يتناقش مع علي بن محمد النابط. فأعتقد بيبدأ الشوط بعد قليل وبنشوف الترتيب، عدد الطيور ما شاء الله 33 طير، هذا الكشف أعتقد 33 طير بيشاركون في هذه الفئة. شو ما شاء الله أخواننا من الإمارات، من السعودية، من مملكة البحرين، هذا الشيء اللي يفرح والله العظيم، من هذا الشيء اللي يفرح اللي نشوفهم عندنا موجودين. يعني احنا ودنا على ما قال عين قطة وعين فراش لهم. نعم. أبو سعود قبل لا يبدون نبغي منك قصيدة. أبشر. تبشر بالجنة. يا طير أعطني من علومك وأنا أعطيك بعض العلوم المبطيات الجدادي، أصرت في حجرة مقيضك وداريك من كنت الجوزة إلينا البرادي، كني معك مربوط ولا حراويك في حجرة يطغي عليها السوادي. كني معك مربوط ولا حراويك في هجرة يطغي عليها في غرفة يطغي عليها السوادي. القيض حديني معك وانت حاديك على الوكر والسجن قوة القياد، يشني ندبك بين هذه وهذيك، حزوم وسهول ونفود وحمادي. كم ليلة ممسيت فيها مسريك قطع الفيافي للديارة البعادي، وكم مرة انتليت من كف راعيك طلعك طيار وكل طلعك وكادي. جول الحباري شرد ولا مباريك على انتبه جود التلف والنفادي، نوقع سوك على اللي مواليك وندبر عيبك شديدة العنادي. كرمعتك لقفيت يا عز واليك مخباط سنيين وزان الرمادي، كرمعتك لقفيت يا عز واليك مخباط سنيين وزان الرمادي، ومن غير فعلك عاد شكلك محليك، والله نعم بك ليالة الهدادي. يشقر يصير الساق حش مواطيك، تفهق المنكب عريض الثنادي، طولك في عرضك بارزاتنا تناديك، مفرع يسبل العقل والفوادي. يوم لك رغبة ولي رغبة فيك، أجهدت في حبك وحبك إجهادي. كني على الطارة خوينا مخاويك، أتبع هوا نفسك وشفك مرادي، واليوم ما بيني وبينك مماليك، أنا بوادي وانت عني بوادي. ما عافيه مقناص يسرك ويرضيك، قرار وحدود نسايتز تنادي. يا وين بطلع بك
يا وين أوديك؟ ضاقت علينا فجوجها والبوادي، عندي علوم لك تسرك وتحييك، قالها الله زرت ذيك المبادي، باكر يجينا السيل وأعطيك وأعطيك كل الذي تبقي بدون انحيادي، ودلهك يومين والثالثة أدعيك إلين يشتد العصب والزنادي، وأعطيك مسح الريش بدري وأشيك حتى تقلب من عطايا ثنادي، وما تخاويني أو إني خويك، سيف الرويس هناك كل جو هادي، أوادك وأحب خشمك وأوصيك صيد السمينة في ليالي البرادي، نذر علي لقى السبقك وخليك تكسر الحوم ترتعب زيادة. الله 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 الله، صح الله لسانك، صح بدنك، وبيض الله وجهك على هالقصيدة الجزلة. هذا المفروض تشارك به في المزاين أبو سعود، ما تسب له. والله شوف دائما على هالوصف الشعراء ما عليك منهم يا رجال، انا مشارك، انا مشارك بس مو بالطير هذا. اتمنى لك التوفيق. الله ان شاء الله، اتمنى لك التوفيق. هذه يا مرحبا يا مرحبا يا ابو احمد، يا مرحبا يا ابو احمد سعد بن احمد الحمدان، مرحبا بك ومسهلا. الله حياك، متواجهين يا سعد؟ متواجهين. شلونك؟ عساك طيب. الله يرضى عليك. مرحبا بك. مرحبا. هلا خال. مرحبا يا خالي. ما عندك مشاركه اليوم؟ ما عندنا شيء. خليجي اليوم. خليجي ما تهد يعني؟ لا نتفرج. نشوفك بالسناح ما شاء الله هديت حق 10 اشخاص. ما عندك حد من الربع الخليجيين تهد عنه؟ لا والله موجودين كلهم، يا متفرج يمكن في شاريه في شيء نشوف. ما شاء الله. الله كريم ان شاء الله. يعني الحضور هذه ابو احمد يعني مو بحضور عادي. حضور تكتيكي عندك. تكتيكي لجنه هذه. لازم. لجنة. يعني تعاين تشوف الطيور ان شاء الله حنا حق شوط الشاهين. اي حق شوط الشاهين. شوط الحرار شفته؟ شفته. شفته؟ اكيد ركزت لي على ركزت. والله ركزنا لنا على واحد بنشوفه الحين. خلاص اكيد هو نفس الطير اللي انا ركزت عليه. انا مو براعي مشاركات بس الطير يستحق انه ينشره. شوف سبحان الله هذه المشاركات تصير فيها بيعات وتصير فيها شريات. يعني مو بكل الطيور اللي دخلت بتطلع. لا. في طيور بتقعد في قطر. تنشره. ونظرتك تحطك شيء في بالك على شاهين يعني؟ في بالي تعرف من شاهين؟ لا بس قالوا في شاهين فارخ رئيسي بينها. نعم بنشوفها حق زمان جاي، ولا شفنا عنه قرناص بطولة الإمارات قريبة والبطولة الثانية بعد. صحيح. مرمي مرمي يمكن مرمي ذكر هذا الشاهين. وقف التسجيل. الإمارات تسجل على طول حق بطولتين عندك زين. ما تقدر تخليه باسم رعيه يشارك بالدولي في مرمي؟ ممكن صح. شارك بالدولي؟ صح. انا اشتري منك الطير لكن على شرط انك تشارك به انت. صح وبيدخل في النخبه بعد. هذا اول طير دخل السناح، طير اخونا جابر بن علي بن حويل، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. شوف هذا علي بن محمد النابت ايضا هو اللي بيهد الطير. هو الطير قرناص شاهين اعتقد. هذا قرناص. عندك علوم عنه يا ابو احمد؟ لا والله ما تعرفي عن هذا الطير. لا اللي اعرف ان الطير قوي انا. نعم يمدح لي جابر. بعض الطيور تروح دورات ابو سعود ولا ابو احمد. هذه الطيور يمكن تدربت في قطر، هو ملك شخص في مملكه البحرين جابر، ويمكن كانت تحت تدريب علي بن محمد. يمكن فهذا لان اللي بيهده علي فاعتقد انه هو اللي عارف حق هذا الطير. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاقه مميزه ومسار ممتاز، اتمنى له التوفيق. زاد الهواء اعتقد يا شباب. ما ادري والله بس انا اعتقد انه اقوى من الفتره الصباحيه او نفس الشيء والله. الطير مو مساره مو بصحيح. نعم الطير اعتقد انه متوجه مباشره. لا لا 23 كل حاجه. نعم 24 و29 24 و29. فأول طير يمكن هو اللي يفتح الطريق والناس تمشي على هذا التيم وتكسر هذا التيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا نعم هذا الأخوان من دولة الإمارات أيضا مشاركين. والله مرحبا. وهذا قرناص شاهين أعتقد القادم سالم السلطان محمد الكتبي بيكون هو في الهدد رقم 2. نعم هذا الشخص توجه الى السناح، اتمنى لهم التوفيق جميع. ايش رايك في التوقيت يا الحمدان؟ 24 29
ينكسر. ينكسر هذا؟ اي ينكسر. نسمع الونان يعني. المفروض الحين يعني اذا طير طالع وقاصد الدعوه صح؟ 22 او اقل بعد. شوي اقل الحراره جابت 22. اذا بيقص ايده. نعم. مصطفق يمين يسار ولا يعدل مع الهواء بيبتين. تكلم عن 22 تقريبا احنا من هد تاهيل الشواهين مع الهواء هاي يمكن اغلى شوي. اي دشوا الشباب ال 21 22 ال 21 ما شاء الله ما شاء الله. ايضا هاي طيور لا يستهان بامرها اكيد جايه من بلادين ثانيه ومن جزه ابطال هذولك صحيح. وانا ما راح اتعنى بطير عادي او طير يرقم فانا ما هو واصل ومتعني بطير ومشارك في بطوله الا بطير احترم منه المركز الاول. ما شاء الله. شوف شوف الفعاليات هذه فعاليات ركوب الخيل ايضا الهجانه هجانه البرثه موجوده ومصاحبه هذه الفعاليات للمهرجان. وهذا توافد الناس. احنا تكلمنا على الفتره المسائيه يتوافد الكثير بحكم بروده المكان ومشاهده الشاشه عن قرب. فهذا المتسابق سالم سلطان سالم محمد الكتبي ينتظر دوره. ما ادري ليش التاخير من الجماعه. ايضا نرحب باخونا مبارك بن ابراهيم البعيني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابو ابراهيم الله يحييك مع اخوانك في مجلس او استديو قناه الريان. هذا اعتقد جاهل اذن التاخير. هذه وش هو ابو احمد؟ هاي حمامه مره سنسر مشير. نعم اكثر شيء يعني مصالح المتسابق اكيد يوقفون المسابقه. حمام مرين صحيح شيء. صحيح اكيد من صالح المتسابق. هذا سالم الكتبي نتمنى له التوفيق. لا عاد تسألني بوجود العمالقة هذول الاثنين في عالم الدعو. أكيد والله لا لا تسألني أبطال هذه المسابقة. خلنا نستغل لا والله خلنا نستغل فرصة وجودهم معانا صراحة. ما تلا الحاجب. لا والله أنتوا على ما قال مجملينا وعلومكم طيبة كلها. الله يطيب. وأصحاب منصات تتويج يعني. الله يجزاك خير. الله يجزيك خير يا سعود. ما شاركت ولا حاولت تشارك مبارك في هذا الدعو؟ ما حاولت. تدري ليش؟ اول حاجه تبي واحد متفرغ تام للشيء هذا. صحيح. انا رجال احب المقناص. نعم. احب برا ما عندي ذاك الوقت. لكن اذا طلع عندك مثلا فرخ او قرناص والله عندي والله عندي ما ما حاولت اني ادخل. ليش معه. يعني يمكن فيه بعض الشباب يتودع الطير. ما عليه يقول لك خلي الطير عندي وما لك شغل فيه. صحيح بس لا ما عليك يحب هالخور اذا في شاب يكلم. بس انا اقول لك يعني شوف المشكله نتكلم مثل مبارك ولا مثل سعد يعني هذول عمالقه يعني حتى لو انت تجي وتعطيهم طير عندك يعني الشيء البسيط ما يقنعهم. عارف يبغي شيء اي من حقه من حقه من حقه. احنا نسكر الطير والله للصقار يعني ما احنا نوجه قبل. يمكن بعض طيورنا لو نتوجه في البدايه يمكن تكون تنجح في مجال الدعو لكن احنا نوجه المقناص خطوه قناص بيمسك القاع. نعم بجربه 22 23 24 اوقات صحيح. لكن هذا اذا استلموه الشباب اكيد بيكون له توقيت ثاني اكيد تدريب مكثف أكيد. وطياره أكيد. فاكيد بيكسر يمكن حتى الثانيتين. اكيد احسب على ثانيتين ثلاث صحيح. اذا عندك يعني واحد انا اسكره يا مبارك الشافي ولا اسكره الحمدان ولا اسكره مبارك ابو عينين اكسر ثلاث ولا اربع ثواني من 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 من, من, من اكيد شكرا. اكيد ما في شك. نشوف انطلقت هذا الطير طلع طير قوي انطلقتهم زين طير قوي طير قوي لكن الانطلاق هذا اللي تتكلم عنه يعدل حق الهواء يا سعد. شوف الطير يعني لا بس الطير يروح يعود يفتح ما راح سيده وهذا بيروح حتى يمكن ما يسيده من ورا لا اوكي من ورا السنسر هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا 22 طيب 20 هذا اعتقد لو كان مسار مستقيم وطلعته مستقيمه او في خط مستقيم سمعنا هذا الونان كسرتين اعتقد كان له رقم ثاني يا سعد. هذا لو انطلاقته صحيحه هذه دش
20 800 900 اتوقع اخر او اول ما طلع خذ يسار واجد واجد ما شاء الله على الطير حلو الطير. نعم هذا ايضا قرناص شاهين هذا هليل لهليل بن طبعان السبيعي العنزي اتمنى له التوفيق. كعود ما شاء الله عليه هذا حجم الطير هذا حجم الطير وهذا الشخص بهده جالس فيمكن اخوانا اللي قبله كانوا واقفين ايضا نشوف الدس ابو ابراهيم الدس والمنقله ايش دورها في هذا الهدف المنقله افضل لك واجد شوف الدس علق سيده صحيح المنقله تحكم الطير كان حاقل وحتى طلعته اخرها شيء بسيط مساره حلو ونشوف اللي بيدعي هذا الطير هو صاحب الطير هو هليل الله يعطيه الصحة والعافية هو اللي يدعي هذا الطير اللي باسمه ممكن ما يصيد السنسر هذا ما يصيد هذا طلع من وراء السنسر فاحنا نتكلم بدور الداعي دور كبير في تغيير مسار الطير يا الحمدان المفروض راح ليسار الزيادة هو المفروض يشوفه هو يرعى السنسر المفروض الداعي هو اللي يرعى الطير إذا شاف طيره في اتجاه ثاني فيروح يرعى يسار نعم لأنه هو أصلا متوجه لا يبغي التلواح فالطير يعدل الهواء ويطوف من وراء السنسر فهذا أكيد يستبعد من المسابقة هذا محمد بن سعيد الغيثاني المري أتمنى له التوفيق إن شاء الله رقم الكود 174 ورقمه في الهدد الرابع انطلاقه يعني يمكن الطير انطلاقه شلون انطلاقته الحمدان هذه بطيئة شيء بسيط ها؟ وارتفاع ونزول ما في مجال حق المنافس حق المنافس صحيح من يوم يطير الطير انت تعرف ان هذا ينافس ولا تدري ان الطير هذا ينافس ولا اتمنى له التوفيق ان شاء الله يمكن بعد مستوى الهواء ركض شوي الله يمكن والشاهين بيجيب 22 احنا قايلين بيجيب لا 22 بيجيبها بيجيب ممكن يكسرها لا يكسر فيها ال 21 فيها ال 21 بالله قوي بيكسر الهواء ترى طاح 22 و87 جزء من الثانيه فهذا المركز الاول حاليا لا لسه باقي هذا فرخ نعم هذا سالم سلطان من سالم الكتبي هذا صاحب الطير المركز الأول كان قرناس وهذا عنده فرخ الحين هو نفس الشخص نعم ما شاء الله من الإمارات كثير وطار. جايين فروخ اليوم أيضا له مشاركات ثانية تعرف ليش لأن الإمارات نفس نظام البريطاني مسموع عندهم التفريخ نعم بس واجد أكثر الشاهين جايبينها أكثر من الحر اليوم الأعداد يا أبو إبراهيم الأعدادي كم كان الحرارة كم عددهم؟ تقريبا 53 بس أنا قصدي نسبة الإماراتيين في الشاهين نعم تكلم عن الإماراتيين نعم حضورهم بالشاهين أكثر ما شاء الله تبارك الرحمن لأن علق لي سعد الحمدان علق لي على هذا الطير طير خطير كم تتوقع تيمل؟ بيكسر 21 21 نعم هذا المستوى المطلوب سعد في المسابقات وصال الطير لا 23 و11 هذا يعتبر الثاني لحد الان سبحان الله الطيور مو على النظر سبحان صحيح مو على رفه الجناح نعم والله تشوفه والله. وتقول هذا بيكسر ثين نعم ويكون يعني يطلع طلع في المركز الثاني للحين يعني مركز جيد على ما يقولون الربع في المنطقه الدافئه لا بالشاهين ما اظن دافئه 23 ما بدافع ما اظن والله إذا كان فيها كسر تيم هذا أخذ وضعية مختلفة عن إخوانه اللي قبله جلس نعم أتوقع اللي بيأخذ الشوط مقليل في 21 أتوقع يعني تعتقد الأول في 21 هذا عبد الله علي عبد الله القاسمي أتمنى له التوفيق إن شاء الله هذا أيضا فرخ شاهين هذه انطلاقة جيدة انطلاقة ومسار
لكن اعتقد الجناح في شرطين. الجناح ما هو اللي يبغيه راعيه، او انه ما ظنتي انه لا ما يكسر تيم اللي قبله. في مشكله الطير ده. طير في مشكله ابو ابراهيم؟ في مشكله اكيد، تعبان الطير. يمكن بعض الناس يوجب الطير قبل المسابقه، فلو جاب اعتقد انها ياثر على الطير. هذا مساره اوكي جايب 30 الا مساره اوكي صحيح. بس لا الطير فيه تعبان، الطير طير مستواه عادي. هذه اعتقد تفاريخ الاثنين اللي راحت المفروض. ها اي تفاريخ. نعم هذا قرناس او فرخ، هذا ايضا فرخ. هذا ايضا فرخ. ايش رايك في سعد، هذا تفريخ ولا وحش؟ أنا أقول تفريخ. تبغى تشوف صدر الطير، منحر الطير إذا بين، بعضهم يكون واضح التفريخ. عاد شو هين هني يا مسعود؟ لا ما نشوف والله يا أخي. هذا الطير الحين قدامك يا مسعود، بيفرع به. إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ ما أعتقد، ما أدري والله، ما أقدر أقطع عليه يعني. وحلنا فرع. عموما الشاهين مسموح بالنوعين، التفريخ وايضا الوحش. سعد حمدان سام، هو شو اللي اصدق على الدعو؟ يعني اذا انا بقول لك بخيرك بين وحش وتفريخ، ايش تاخذ فيهم؟ كلهم رئيسيه؟ مش كلهم رئيسيه. انت تفريخ والوحش كلها تسوحل. شوف بقول لك اثنين، اذا في هواء متحرك نفس هذه. نعم. الوحش بينفع، الوحش بيروح. نعم التفريخ بيلعب معك، اما اذا الهواء ساكن كلش يعني صخة لا التفريخ. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، مستوى طيب هذا الطير واداء ممتاز، خط مستقيم ما شاء الله. قرب ترى. نعم اعتقد ان هذا الطير 22 حضور ال 22 يمكن يتعدى. تياما 22 و95 و90 حل في المركز الثاني حاليا. قوي الطير 22 و95 جزء من الثانية. هذا الطير الحالي رغم كم يا شباب؟ هذا 9. هذا بحرين تيم، هذا الطير من مملكة البحرين الشقيقة. هذا فرخ شاهين ما شاء الله، شوف حجمه أبو ناصر. تفريخ؟ نعم سأعتقد 16 هذا الطير ما شاء الله، مزيون بعد. هذا الطير المرشح اللي تقول لي مبارك أو غيره؟ لا أنا ما قلت مرشح. فيه فرخ شاهين قلت لي إذا انطلقته. ذيب ولدي. فيه فرخ شاهين. من أي دولة؟ من الإمارات. من الإمارات. فرخ شاهين من الإمارات وفي بكر شاهين من الإمارات. من الإمارات. فرخ شاهين وبكر شاهين هل تتوقعون اللي تكون مرشح لهذا الطير؟ الطير شوي ما جاء؟ قرناس؟ لا قرناس ذاك أتوقع أنه مو ما جاء. مو على قيد الحياة. هذا الحين خذ. لا لا موجود. ما له شيبة. في واحد بداية يمكن كانت انطلاقة. أنا أقصد الطير السبوب عادية، لكن ما شاء الله هذه مو بسهل. هذا طير خطير، جناح طيب وأداء ممتاز. 22 شوف هذا شو قحل 22، لكن أعتقد كانت انطلاقة ما خدمت الانطلاقة يا سعد. الانطلاقة كانت جدا بطيئة، لكن الطير عقب رجع للمسار. عفورة جناح طيب. عفور موجود طيب. الله يبارك لهم إن شاء الله، معاوض في المرات الجاية. تبي عفور ابو ناصر؟ ها عفور موجود؟ ايه؟ لا مو موجود اليوم. ايه فيها طمطوم ولا شو اسمه؟ ايه ضبضوب. ضبضوب اليوم بكر. ضبضوب من الامارات. ها ايه معروف بكر. ايه. ما شاء الله. هذا حمد خليفه المنصوري متسابق رقم 10 رقم الكود 93. اتمنى له التوفيق، اتمنى لك التوفيق يا المنصوري، والداعي يدعي والظروف مهيئه تماما. الكسر التيم الطريقه التقليديه والطريقه المعتاده من الصقاقير، تنسير الطير، تثبيت الطير وانطلاقه ممتازه.
ملاعبه جيده وجناح طيب ومسار ممتاز. اتمنى له التوفيق. هذا الطير اعتقد بيكون له حضور هذه في المراكز المتقدمه. طير ما شاء الله تبارك الرحمن. 22 بدايته. بدايته 22 يقول سعد الحمدان. خلاص كسر. هذا الطير. كسر. اسمع. 22 ونص. كسر. ما شاء الله تبارك الرحمن. نسمع أكيد الونان. هذا الطير كسر التيم يا جماعة الخير. هذا الأول. وترشيح أيضا سعد قال بداية 22 فهو 22 و30 جزء. ليش ما شاء الله؟ هذا الونان يمكن ما اشتغل ما أدري. لكن هذا الطير في نعم نعم هذا الونان. وهذا وهذه فرحة الصقار لما يسمع هذا الصوت تستاهل. أنا عندي سؤال. نعم. لا مبارك ولا سعد، شو شعوركم وانتم تسمعون هال لحدي طيرك؟ مودك تسمع مرة ثانية؟ شارك لهديت بعد بدري وكاسر وقاعد تنتظر. يمكن السؤال أبلغ. نعم أبلغ رد. مبارك ينشد سعد يقول له شعورك إذا سمعت هذا الصوت وانت هاد طيرك؟ يقول أنا أتمنى ما أسمع مرة ثانية في نفس الشوط على أساس ما حد يكسر تيمي. هذا راشد قصاب العامري متسابق رقم 11، تمنى له التوفيق. اعتقد هذا وحش الطير. ما شاء الله خير. وحش مزيان ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا قوي. انطلاقته جيده وجناحه طيب يا سعد. قوي الطير. الطير بدش معه جيده. شوف مكانه والرقم اللي تحرك. اعتقد ان هذا الطير 22 يكسر التيار. اعتقد والله 21 ان هذا الطير ما شاء الله تبارك الرحمن. ما كسر. هذا ما كسر لكن 10 اجزاء من الثانيه تفصلها عن الاول. ما شاء الله عليه مع ان انطلاقته شوي انطلاقته صحيح ما كانت موفقه. اعتقد هذا الطير تفهمون يا اخي ما شاء الله. يمكن ما في الا كم وصلنا احنا؟ لا الحين المتسابقه رقم 12 اللي بيهد اللي هو بطي سالم. ما في الا قرناشين او ثلاثه بس كلها فروخ. كلها فروخ الامارات. نعم وكلها نخبه ترى كلها جايه طيور ما شاء الله. اكيد هذه الطيور صفوه الطيور اكيد مجهزه. وهذا اللي اثبت جدارته واثبت وجوده فبالتالي يسمح له بالمشاركات الخارجية من صاحبه لأنه ما هقى عليه إلا هقوة طيبة وتعنابه وجابه. نتمنى لهم التوفيق أكيد جميع. أيضا هذا فرخ بطي سالم الكتبي رقم الكود 74. شوف الطير شاف طير طيب يركده ينسره. ما شاء الله طير طيب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طيب. هذا الطير إذا استمر على هذا الأداء أعتقد أن هذا الطير بتكون له كلمة في هذا. سلم على الشوط. سلم. نعم نعم. سلم نعم. على التوقيت 21. أنا أقول 20. 21.400 20 جناح طيب. ما شاء الله ما شاء الله. كسر التيم. لا لا الله الله يبارك له إن شاء الله. ما شاء الله. هذا الطير الأول حاليا من له التوقيت إن شاء الله. اليوم 33 شاهين لكن كلها نخبة. ما شاء الله ما في عدد لكن نخبة. حتى الحرارة والله مبارك. نعم حتى الحرارة ما في عدد لكن اللي جايين نخبة أول لحد الآن. والجماعة يقولون بينكسر هذا بينكسر بعد في واحد ينكسر. هذا التيم أنا أقول 21. إذا وصلنا 21 يمكن حتى بعد الطيور في الأخير تجيب 20. الهواء خف. ما عندك شيء مبارك مشارك معهم في القرانيس في شوين؟ قرناس. أنا ما جبت إلا قرناس واحدة والله. بس قرناس واحدة أعتقد اللي فاز بالمباراة العام هو نفسه. لا موجود ذاك بس ما عاد ما جهز. ودك تجيب الطير اللي يعني شبه جاهز أو جاهز. صحيح هذا اللي نتكلم عنه أبو إبراهيم. يعني الواحد ما يتعنى إلا بطير جاهز جهوزية كاملة على أساس ينافس إخوانه في هذه المسابقة. هذا راشد غصاب العامري أتمنى له التوفيق. ما شاء الله الإخوان الإماراتيين في الشاهين داخلين بقوة صراحة. والله الحين يا أبو سعود القطري ما ينطرح ترى. ها؟ ما ينطرح بعد الله.
الاكتريه الحين في الاشواط قوي صراحه. والله كلنا جهز ابو ابراهيم. لا والله لا تقول. لا الاكتريين يتعبون صراحه، وفيها فرقه قويه في قطر. تكلم عن الافرقه. الافرقه والاشخاص صراحه. هذا طير شغالين الرياجين. هذا الطير يقول ابو سعود وحش. ان هذا الطير وحش وله بتفريخ. وهذا يمكن واضح. واضح ان هذا الطير وحش. راكد الطير الله يبارك فيه. راكد. شوف شوف الداعي ما يدعي ها؟ الداعي ما يدعي، وسعد يقول صاحب الطير والصقار ينطر الطير يتنفض على اساس يكون جاهز يصفر ويشوف الطير انطلاقه. نعم شوف احنا ينصر ويراسه. هذه التربيب ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طار قبل لا يدعي، قبل لا يدعي توه شايف، توه يشوف هذا الطير توه شايف، واصلا طار الطير قبل لا يدعي الداعي على الصوت. ما شاء الله ابو ابراهيم الصوت الصوت والتلواح، ايش طريقه تبل السناح اللي يدعي؟ قوي الطير، طير قوي بس ستارته مو بقوي. لا ما ودك يصيح لين يطلع الطير، بعضهم يصيح قبل ما يطلع الطير. صحيح تشوف الطير يطلع على الصوت سيده، مثل هذا الطير شفناه هذا طلع ما ادري انا ما شفت الداعي ما كان واضح. اعتقد انه في الانطلاقه اول ما طلع الطير الداعي للحين ما فر التلواح. نعم هذا مشكله، بعضهم حتى يفر التلواح ويصيح والطير عاده ما شافه، ثم يظهر الطير ما شاف. الله يعيضه ان شاء الله. هذا الطير عند مبارك. معنا برغش بن محمد بن برغش. ما اعرف. البرغش نتمنى له التوفيق. عنده طير عام ماخذ الاول في البحرين. لا شاهين ولا حر؟ شاهين. شاهين. لا ما اخذ، اخذها في الحر. في حر ها؟ نعم. شوف برغش ما يجيب اي طير. ما يجيب الا الطير الرئيسي. شوف. ايضا برغش شفنا له حضور ابو محمد كلهم في دولة الامارات صحيح. ايضا في البحرين، ونشوفه اليوم متواجد عندنا في قطر في بطولة البرثة. فهذا الصقاقيق صراحة اللي معاه البعنين يحبون المنافسات. والله البعنين معاه يعني معناته الطير حق البعنين. من اللي معاه؟ لا والله طير البرغش. من اللي معاه مبارك؟ هذا عبد الله اخوي. هذا عبد الله يساعده بس يمكن مع الداعي. حركات عندهم حركاته شوط مبطنه. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن انطلاقه مميزه. ايضا عبد الله البعينين هو اللي مستلم الجهاز ويوجه الداعي في تسيير هذا الطير. ما شاء الله لا هذا الطير صف، هذا الطير صف، هذا الطير صف. لا لا ما اعتقد مو له حضور ايضا من وراء السنسر من 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 خارج المنطقه المحدده للصقر او للطير اللي يكون المفروض المسار من قدام السنسر. الجماعه يقولون 31 و24 ف اتمنى له التوفيق في كنا الطير مو بعديد ها؟ نعم ضعيف صح؟ الطير يبين عليه انه ضعيف شوي. فنتمنى له التوفيق في المسابقات القادمه ان شاء الله. وصلنا للمتسابق رقم 15 جراح عبد الله العتيبي. هذا المشارك رقم 15. الشباب اللي على الباب هذول اللجنة يشيك على شريحة الطير، يكون الطير نفسه في رقم الكشف في توقيت الهدد. جراح بن عبد الله العتيبي نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هذا الشوط. قرناص يا جماعة، هذا قرناص شاهين. انطلق الطير، انطلق الطير في اتجاه الداعي. هو الطير يلعب الحين، يمكن استلم المسار صحيح ما استلم للعام. شوف الى الان جاسر هذه مشكله بعض الطيور السبك. نعم ما يروح في خط واحد اللي ما يروح في ما 23 81 هذا الطير 23 81 جزء من الثانيه. يا جماعة أنتوا لكم خبرة كبيرة في هذا المجال. سعد ومبارك نبغي تعليقكم، نبغي خبرتكم تطلع في هذه الأشواط. الطيور عندكم أنا ومبارك اليوم متفرجين وياكم ونبي نتعلم منكم. صحيح والله.
علق لي على روح ما شاء الله تبارك الله. الطير هاي قوي العام الظاهر هذا عند رميزان الرابع شيء وستارته ممتاز بقى. طير قوي خلي شوف الطير قوي المسار مسار 100% والطير هذه بدش في 22 بدايه 23 كنا تياما اي وسع شوي وسع ها وسع 22 هذه هذه يفقدها اجزاء شوف لا لا اكثر 24 و75 اعتقد ان هذا خارج المنافسه هذا الطير نتكلم عن كسر ال 22 اللي يتوقعونها الجماعه سعد ومبارك ان هذا التيم راح ينكسر بيكسره ضبضوب ضبضوب ترشح ضبضوب بيكسر انا اقول لك لان الهواء في معدل يرتخي شوي يدف كنا زاد الحين لا مثل لك يدف هي سبحان الله هبات وهذا اللي نتكلم عنه الحظ والنصيب نعم. يمكن اللي قبلك يهد في هواء اقوى فيجيك الحظ انه يرتخي الهواء ويرد يرد يشتد مره ثانيه فبالتالي نشوف التيمات تختلف ومستويات الطيور تختلف ايضا هذا المتسابق رقم 17 علي بن حمد بن قريع الفهيده المري اتمنى له التوفيق هذا فرخ شاهين هذا تعليقه عندك يا ابو ابراهيم والله الطير وافي وطيب بس ما ندري وش الفرخ تخبر ما نعرف يعني وش بيسوي وحش يعني ولا تفريخ تشوفه والله ما يبين لنا من هنا ما يبين الحين بس تشوفه من والله كنا تفريخ صراحه هذا تفريخ نعم اعتقد ان هذا الطير الفرق ابو ابراهيم بين الوحش والتفريخ شلون تميز والله بالشاهين اكثر شيء الريشه يعني لون الريشه لون الريشه اكثر شيء يعني مواصفات بسيطه يعني بعضها ولا اكثر شيء في الريشه الريشه ايش مزايا طبعا الخبره موجود جنبك لكن عاد هم بس نتكلم احنا دارين ما شاء الله عليكم كلكم اصحاب خبره لكن نقدر المشاهد ايضا يستفيد من هذا طيب ما شاء الله والله دقه الريشه وتيام هذا تيام الطير ارتفع شيء بسيط شوف وسع نعم نعم تياما تياما تو شايف يعود المسا كسر تيم تو شايف هذا اللي قاعد اتكلم عنه انا اقول ما في مجال حق شوف الطير هذا لعاب نعم طير شايف شيء راح 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 طلع من لا عود عليه من ورا شو اسمه خير شر بل هذا ضيع التوقيت وضيع المسار ولا كان جناحه طيب هذا طبعاً. اللي تكلم فيه اخوي سعد قبل شوي نعم في التفريخ والوحش التفريخ يسوي يعني مو بكله بس اكثر يسوي الامور دي يمكن هذا في الايام او في التدريبات في الهواء يكون مساره صحيح في المسار صحيح اوكي بس في الهواء شوي في الهواء يلعب. يمكن يخونك يعني. نعم هذا سالم سلطان الكتبي اتمنى له التوفيق اللي حافظ على المركز الاول لفتره بسيطه ايضا لا انكسر تيمه بطي اللي كاسر ف نتمنى له التوفيق بهذا الطير هذه ثالث مشاركه لهذا الشخص نتمنى له التوفيق ولاخوانه المشاركين في هذا الشوط عندك يا سعد هذا الشوط هذا الهدف ابغى المشاهد يعيش اللحظه هذه من حجم الطير من لون الطير من نوع الطير شوفوا هو ماخذ الزاويه الحين عرف اتجاه الهواء ما يبين ها الحين هو جالس في الزاويه الصحيحه انت تعتقد ان هذا المكان صحيح طبعا لان اكيد الشباب اللي داخل الكابين يقولون له اول ما تدش روح يسار شوف الحين الداعي قاعد على اساس انه اول ما يقول له يدعي لا قام ينتبه لزياده الطير نعم هذه تشوفونها سعد اي شوف الحين بكلمه هو اللي وياه بكلمه شوف اول ما يقوم الداعي شوف الطير بيظهر على طول عشان ما نشوف الطير بهد الطير ماخذ زاويه عشان يطلع سيده ما يصطفق يسار فاعتقد ان هذه الاماكن ما تقدر انت نعم خلاص طلع ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ممتازه لهذا الطير ما شاء الله اتمنى انه يحافظ بس على مساره على اساس لحد الان مساره 100% انطلاقته 100% بس خليه يقطع شوي شوف الطير بعد شوي وسع
الحين برد الطير بيدش اتوقع ال 22 راح في المسار الثاني. ايه اعتقد انه سحب الطير. سحبه ما فايد. راح بعيد عن الصاده بس اتوقع هو دش بدايه 22 اتوقع. اذا بتكلمهم بيعطونك بدايه 22 تعتبر. بدايه 22؟ الى الحين بنشوف هذا السنسر ما وقف لكن اعتقد في سنسر ثاني. انا اقول 22. في فوتو فينش ايضا. احنا الاول عندنا كم 22 وكم 22 بدايه بوينت 1 بوينت 1 اي 22 صفر 1 يعني اللي اكسرها هذه ال 21 صعب شوي. صحيح الاول هذا 22 و62 62 و62 يعني اعتقد انه شوي اعتقد انها حاليا في الخمسه الاوائل هذا الرابع اعتقد هذا 22 و62 في المركز الرابع لحد الان هاي وحش اعتقد هذا الطير وحش وحش هذا راشد غصاب سعيد العامري حتى المساعي طيره وحش اللي قبل هذا اللي هده صح مبارك الطير المزيون اللي قبل شوي الحين كل هذا كان صح اللي راح الحين لا يقصد نفس الشخص صحيح طلع ما شاء الله هذا هذا نفس الشخص نتمنى انه في هالمره انه يخلي الطير يشوف لان المره اللي فاتت الطير طار على الصوت عنده هو عرف منه عنده صحيح لكن ابو ابراهيم السناح هذه لا رهبه لا رهبه عليك انت الطير اللي مهم متعود عليه بعد مشكله يعني نعم على اكثر الصقار نفسه اكثر الطيور خاصه اللي مو يعني مو متعود عليه اول ما يطلع الطير تشوفه يتلفت يمين يسار يمين يسار بعدين يروح الطير خاصه الوحش شلون تكسر هذا عند الطير شلون تخليه يتعود على هذا والله بالنسبه لنا احنا عندنا نفس الميدان ذا يعني. نفس السناح احنا مسوين اي مسوين سنسر وكل شيء سنسر وكل شيء يعني نفس المسابقه بالضبط لازم وهذا بشكل يومي شوف يعني اذا ما طيرنا الطياره نهد من السناح نعم طبعا الحين الطياره ايضا مهم. ايضا الداعي يدعي وبصوت لا بدون صوت بدون صوت الحين بسمع الداعي لا صوت اسمع في بعضهم يقول لا بس اكثر هو شيء نفس الشخص هد مساء طار الطير على الصوت والمفروض بدون صوت ليش نعم لان بعض الطيور يظهر من عنده بس يسمع صوت يعني الطير مكسور عليه ويظهر من السناح يسمع صوت بس ما يدري في وين لحظه يرتفع تعدى الوقت تعدلوا هذا اعتقد خلص الوقت اللي هي دقيقه مسموح به دقيقه نعم فالطير هذا اخذ الوقت الكافي له دقيقه ولا طار من يد صاحب الطير فبالتالي يستبعد وهذا قانون المسابقه حظ اوفر نقول في المرات الجايه يا راشد بن قصاب العامري هذا المتسابق رقم 20 حاليا حمد خليفه سلطان سيف بل جاف له المنصوري أيضا أعتقد هذا الشخص في المركز الثاني حاليا ترى اللي معاه بطيء المركز الأول 22 و30 عندهم ثلاثة طيور جايين البارح وصلين آخر الليل البارح ثلاثة طيور هذا ثلاث طيور يهدون علي. شوف اللي ماخذ المركز الأول بطيء معاه داخل اللي شوف اللي يدعي جالس ها وثوب صوف يعني مخالف للطبيعة أساس الطير يشوفه ما شاء الله ما أعتقد ما شاء الله مثل أخوان هذا الطير يضيع الوقت برا خلاص الارتفاع هذا أكيد يخسر منه أجزاء كبيرة من الثواني أو ثواني فما راح ينافس شوف الحين إذا نزل أكيد يكون مستواه أحسن وأيضا يوجه للسناح الله يستر من فوق السناح شوف توقيته 26 المفروض هو يسحب يمين المفروض الداعي يسحب يمين ما يوقف محله يساره يعني الداعي المفروض انه ياخذ يسار من يمين الشاشه الان صحيح يمكن الداعي من يوم شافها طلع فوق خلاص اقنع فقد الامل قرب من السناح فقد الامل هذه نعم هذا سالم سلطان الكتبي ما شاء الله الفروخ داشة بشكل مو طبيعي مستوياته لا الأعداد مو بسيطة كم قرناس يمكن أربع قرانيس أو خمسة صحيح إحنا كم وصلنا الآن؟ الحين وصلنا 21 21 تتكلم عن 15 فرخ هذا أيضا هذا الطير ما شاء الله جناحه طيب يا هذا الطير سبوق بس ما له حظ برا
شوف جناحه ما شاء الله سبوق الطير هذا. شوف عندهم طير قوي قوي مرشح لكن ما ادري هو ذا ولا غيره. الطير هذا سبوق. هذا يصلح لك يا ابو سعود حق القناص. اي والله. الطيور اللي تطلع من المسابقه ابو سعود تكنسل. الطيور ما نلعب فيها، اكيد الطيور جهزت على ما عندنا ما عندنا ثقه خلاص. شلون؟ ما عندنا ثقه. اكلمك اياه بصراحه. شيء طالع من المسابقه؟ ما عندي ثقه الا في حد اعرف. ها هذه حتى يمكن حتى في الوحش هذه ابو سعود، حتى في الوحش عندك ثقه في بعض الاشخاص انه ما يكون تفريخ هذا الطير. شوف بعضهم مثل الحمدان تسلفين اقول السلام عليكم مبارك عندي طير طيب بس ما يصلح المسابقه تبيه؟ هذا ممكن انا اشتري. نعم. انا بطبيعتي انا مبارك انا ما اشتري الا وحش. لانك تطيح في مشاكل وفي خرابيط ما لها ولا داعي. يعني انت مبتعد عن هالموضوع على اساس انه مثلا يكلمني مبارك ولا يكلمني الحمدان هذا طيري انا مبارك عندي وطير مقناص يرتفع ها يرتفع تبيه؟ اخلاق من كل شيء زي هذا ممكن ولكن انا اجيلي في سوق ولا اجيلي عند احد والله فلان مذكور طير عند فلان وهذا الكلام هذا ما ادري بس اعتقد يا ابو سعود ولا مهانا للربع اذا كان طير جاهز وانا بشوفه على دعو بشوف جناحه معلش ابراهيم انت صدق ما علي انا واثق من الشخص لكن ينحط لك طير وحش في السوق بنفس المميزات لهذا الطير اللي اندعى ولا صبح ولا صلاح انت صقر نعم انت صقر ان شاء الله سمعت ما انت ماخذ الا شيء اللي انت مقتنع ما شاء الله شوف يا ابو سعود هذا الطير الله يبارك فيك قادم بقوه هذا قرناش هذا أداء ممتاز جدا ممتاز هذا ممتاز هذا الطير ما شاء الله طلابة وأداء كسر شوف 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 واحد وعشرين وواحد وتسعين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله هذا في المركز الأول يمكن هذه والله عاد ما أدري والله يمكن ما أدري في بكر هو ذا شو اسمه طبطوب ضبضوب بس ما أدري هو ولا غيره ما شاء الله اسلم اسلم اقول لك ما عاد بي يعني انا احترم رايهم واشوفه لكن انا اشتري طير وحش انا اتحمل مسؤوليه نفسي يعني ما يأنبني ضميري عقب نعم لكن الان المشكله اختلط الحابب بالنابل يجيب لك واحد طير مصقور ما ضيع وقت بهذل قال لك والله يا اخوي هذا سيده طير ما شاء الله تبي ويوم وصل بعد ها تكلم ما تاخذ الا من واحد والله انا يا مبارك ما عاد اخذ الا من طير انا اعرفه او من طير ابراهيم ولا من مبارك ولا فلان اعرف ان الرجال هذا كلامه مضبوط بعدين بصراحه يعني نعم ترى الطير طيب ما يخلى سوى مسابقه ولا كان عليه حجوزات من قبل ولا شو اسمه ولا دعوة ايه خلاص انا اعرف يا تعال يا الحمدان انت الطير هذا طيب ما نفع المسابقه 100 واحد من العم يبونه صحيح صحيح. ماني معطيك اياه انا اذكر امسي على صقر محمد بالخير المريخي كل ما حضر عند هو ما يحب المسابقات ولا يشارك فيها راعي طير مقناص لا شاف طير طيب طير وحش قال ان شاء الله يرتفع هذا الطير تو جاي داخل يدعي عليك ويقول لك ان شاء الله هذا الطير يرتفع ليش يبغى يشتري حق مقناص هذه انطلاقه الطير لا بارد 23 طلاقه متواضعه وجناح ما اعتقد انه يدخله في المنافسه مع هذه الطيور نتمنى لها التوفيق في المسابقات الجايه ايضا بعض الطيور 21.91 صحيح ماشي. هذا اللي تكلمتوا عنه كسر الطين بيكون في 21 سعد يمكن هذا الطير يمكن كان جناحه طيب وقوي تصيده بعض الصواديف يمكننا مريض يا نعم. يتفاجأ فيه يكون امس واول امس اداء طيب صح. بعض الأمراض الخفية نتكلم عن الفطريات بعض الطيور ثار الطيارة تخلي إذا وصل أول يوم يومين نعم ما يعطيك طيارة نعم 100% يتعبه السفر أي طبعا مستحيل ضغط الطيارة سبحان الله نعم ضغط الطيارة يمكن له لا دور كبير عامل كبير في أنه الطير ما يؤدي بعدها لازم يرتاح أو أنه بعد أيام يرجع المستوى هذا متسابق رقم 24 رميزان عبد الله بن هجرس الدوسري نتمنى لها التوفيق في هذا الهدد هذا قرناس مبارك القرناس لازم يكون شوف بيطلع على طول بيطلع على طول شوف والله أفضل واجد هاي قوي طيرة ما شاء الله تبارك الرحمن علق لي سعد على هذا الشوط طير قوي مسارة قوي انطلاقة بس خلي أقول لك خلي يبين بالكاميرا من فوق بقول لك
الحين انت تحسب اجزاء الثانيه على المسافه عندي صح؟ عندي الطير هذه بديش نعم بدايه 22. انت وين 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 تحسب سعد؟ قبل السنسر بشوي. 23 ارتخى ارتخى بالاخير 23 و76 تحط لك نقطه سعد في الشاشه. حط النقطه لعد هاي النقطه بيكسر. يكون التوقيت عينك على التوقيت وعلى المكان اللي انت شايف فيه شغل غرانيش اكثر الناس شغل حريفه. تكلمت يمكن سعد كنت موجود وابو ابراهيم موجود في الامارات ما هو بالعام الماضي اللي قبله اللي خذ الشوط في قرانيس الحرار عبد الله محمد القحطاني. نعم هذا يمكن صفق له ابو خباب وطير في نفس المسافه. الطير كان متوجه ومحمد خباب صفق للطير ناس التفتت عليه يعني الطير ما وصل شو تصفق عليه فهو اللي كسر التيم وطلع الاول وخذ الريف. حطنا شوي يحطون لهم مثل نفس اللي تكلم عنه انت سعد الحين حط لك نقطه في الشاشه وتعرف الطير اذا وصل هذه النقطه وصل في توقيت تعرف التوقيت كم بيكون او قريب. انا بحط نقطه ابو سعود ينغزني بيكسر التيم انا اقول لك لا انا بقول لك النقطه قول لي اي ولا لا سعد. الحصى ثر الموتر اللي في الصبخه او في المكان يمكن الحصى صحيح؟ صحيح ثر الموتر ما شاء الله عليك ما شاء الله. حتى لو تشوف الميدان قدامك حتى الطيور هي ظاهره تخلي لك نقطه يمرها مثلا بالتسعه او بالعشره العسيري مع حارس الظهر شوف يعني طير قوي ما شاء الله. هي محمد بن علي العسيري مسي عليه بالخير ايضا هذول الشباب الاماراتيين اللي مشاركين معانا بينهم وبين هالقطر صداقه طبعا ربعه اكيد اذا راحوا الجماعه هناك يقومون بهم ايضا اذا جو هالامارات ربعنا واخواننا فهذول اخوانهم في قطر الله يجمعهم ان شاء الله على الطاعه. هذا المتسابق رقم 25 حميد بن محمد البرغش اتمنى له التوفيق. شفنا قبل شوي اخوه برغش ايضا الحين حميد بيهد هذا الطير واللي بيهده برغش واللي بيهد الطير برغش نعم بيهد بالطير لكن الاسم باسم حميد. هذا المتسابق رقم 25 الحين تكلم اللي يبغي المركز الاول يكسر ال21 و91 جزء من الثانيه. عندك ابو ابراهيم هذا الشوط والله طلعته طيبه الطير استناحه تعب بس ايه طيب ما يكسر في حركه ايضا سواها سوى حركه ولا يكسر الطير. نعم ايضا الاتجاه يتغير يروح يمين وبيرجع يسار برد شوي لنا له التوفيق في المسابقات الجايه ان شاء الله. 25 و18 توقيت بعيد عن المنافسه. شوف بالحركه البطيئه تقول طير يعني جناحه طيب طير تلفت مو مصاب صحيح نعم. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في المشاركات الجايه الدوليه ان شاء الله. هذا الطير يرشحه منتجنا يرشحه عبد الله الانصاري. نعم عبد الله بن ابراهيم الانصاري يقول انا ارشح هذا الطير. هذا الطير الظاهر ان عبد الله جلس ويا الجماعه وسعد هو اللي قالوا عنه الفار. يمكن هذا تقول عنه الفرق الاماراتي ما تكون في فرق اماراتي ترشحونه. هذا ملك سالم سلطان سالم محمد الكتبي وعبد الله الانصاري يرشح هذا الطير. الطير ارتفع واخذ يسار فبالتالي هذا الطير طلع بسرعة ما نشوف توقيت يا جماعه. هذا الطير اللي قبل ما شاء الله تبارك الرحمن ترشيح موفق عبد الله لكن الانطلاقه كانت لا صاد السنسر شوي طلع مو بالمسار. وين سعد؟ لا بعيد بعيد. هذا الطير 23 الطير هاي لو شايف خطير 84 هذا الطير. نعم على كلام سعد هذا لو شايف يدش الواحد وعشرين وطالع انطلاقته كانت في خط مستقيم يدخل في المراكز الأولى. عبد الله الأنصاري نتمنى منك إن شاء الله الزمان الجاي تكون مشارك بحكم أنك احتكيت بالأبطال في هذه البطولة وأيضا بيخدمونك ربعك وإحنا جاهزين لك في اختيار الطير والتدريب أيضا. هذا المتسابق رقم 27 سالم سلطان سالم محمد الكتبي نفس المتسابق اللي هد الطير. نتمنى هذا الطير انه يكون يطلع هو دايف. اخر متسابق اماراتي معنا هذا نعم البعينين البحرين راشد غصاب الهاجري علي سعيد لا باقي راشد غصاب العامري
نعم. في طير كمبش قوي بيجي. صحيح في طير. كم طير باقي؟ كمبش شو 32 باقي. باقي 1، 2، 3، 4، 5، 6 مقرطير هذا. يعني 7 طيور، هذا الطير السابع اللي بينهد الحين. نعم في أيضا الطير الأخير حمد جمعة الفلاسي. الطير الأخير؟ حمد جمعة. الطير قوي هاي. جمعة الفلاسي هو بيكون ترتيبه رقم 33. شوف يوجه الداعي بالجهاز، يوجه الداعي وين يوقف. شوف هذا هذا بسنارة يا مبارك. متعود. متعود الطير. ولو تدعي بدون سنارة قام يروغ الطير. سبحان الله. سبحان الله. خلاص على السنارة. معودينا. طيب في مسابقات ثانية ممنوع فيها السنارة، شو يسوي في هالحالة؟ هذا الإمارات ما يشاركون فيها إلا بالدولي بس، مثل مرمي. نعم. ممنوع فيه السنارة. صحيح. ما أدري ليش ممنوع. الباقي كل المسابقات الباقية مسموحة. كل المسابقات الباقية مسموح فيها. نعم. هذا هذا. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. تبارك الرحمن. هذا الطير مميز يا جماعة الخير. طير قوي. هذا الطير جناح طيب وأداء ممتاز. مسار المسار. مسار أيضا. كسر كسر. أنا ما أشوفه. لا. كسر التيم سعد. كسر. يكسر التيم ها؟ يكسر. ما أتوقع. هذا أعتقد لا. ما ما كسر ما لا. كسر يا سعد قريب يعني نتكلم عن ثالث أكثر من الثانية. تياسر واجد عقب رد يمين. هذا صحيح. 22 و67 حل في المركز السادس حاليا هذا الطير. لا جائزة. نعم إلى العشرة احنا ننوه عن هذا الأمر اللي تم اليوم من قبل رئيس مهرجان البرثة أخوي علي بن لحدان بيض الله وجهه على رفع الجوائز من الخمسة الأوائل إلى أن تم رفع الجوائز إلى العشرة الأوائل، وهذه تكريم لإخوانهم الخليجيين وهم بالطبع يستاهلون. هذا الطير باسم محمد راشد المري، وهذا جابر بن علي المري بن حويل هو اللي بيهد الطير. نتمنى له التوفيق. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. طير محمد بن راشد بن عايض العذبة وطير عيد الصقار جابر بن علي بن حويل. شوف شوف داعش يسوي سعد الحين. داعش يسوي تمرن عشان لا عشان يلفت نظر الطير. يتحرك عشان عشان يشوفه. شوفه. ما يطلب الطير في هالحالة. شوف. شوف للحين ما قال له الحين لوح، لو قال له لوح بيقوم تلوح فوق. شوف طيب ما يطلب الطير اذا كان في هالحاله؟ لا معلمه لازم يلوح. شوف مشكله الطوفه اللي ورا والزرع شوي. الوقت الوقت يا الربع الوقت 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 الربع تاخر واجد الحين اعتاد الوقت ما شاء الله الوقت الوقت عليه غلطان اللي يدعي فوق وادي التلواح فوق دقيقه. شوف الوقت تلواح الوقت شوف الوقت 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 الطير لحد الان ما شاف. انطلق الطير انطلق ان شاء الله انه طالع شايف. اعتقد ان الطير متوجه للداعي. نعم طلع الطير شايف وانطلاقته جيده. اتمنى له التوفيق ابو علي. ايضا اتمنى لصاحب الطير محمد بن راشد بن عايض العذبه التوفيق في هذا الشوط 19-20 من 24 وفوق ال 24 او ال 25. نعم تعدى 26-61 معاوض ان شاء الله في المرات الجايه. هذا الطير هذا الطير هذا الطير هذا الطير اللي احنا بنعلق عليه الحين ما في مبارك علق هو يعلق عليه هذا الطير عندك وانت علق عليه الطير نبي انجازاته او مشاركاته. الطير الطير اسمه بلال. لا ان شاء الله لا ان شاء الله شو اسمه الطير مبارك؟ لا هذا قلنا سبكر عندنا العام فرخ كان اداء ممتاز الان مؤدي لكن في عندنا طيور تغلبه بس ما جهزت ما جهزت. يعني هذا الطير اللي جاهز عندكم حاليا شبه جاهز وجبناه معنا يعني. نعم. احنا جايين الحرار صراحه جايين الحرار ويعني والحمد لله وخدتوا الثاني مبارك لكم الحمد لله وايضا ما في مانع من المشاركه حتى. نعم. لو الطير لا الشاهين اداء زين. نعم مساره زين ان شاء الله نطلع اللي مثل ما يبي محمد ان شاء الله انه الله يوفقكم بيأدي. ان شاء الله يوفق اخوانكم المشاركين في هذا ومعك ابطال الواحد معك ابطال يعني وانت بطل يا
الحمد لله واحد. نبي تعليقك على هذا الشوط مبارك. إن شاء الله يطلع الحين ممتاز. انتظر بس الدعو. ما شوف ما نشوف الطير لأنه ماخذ زاوية فالكاميرات ممنوع تكون قدام. الحين بيهد. نعم. الحين. الحين بيهد. بيطلع هذا الخدمتهم ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. الظاهر مبارك تطفي العيونه. لا والله الطير يعني الحمد لله إن شاء الله يأدي إن شاء الله. ممتاز الطير. طير من الطيور مميزة. سارة ممتاز جدا. هاي بيدش ثرى مع الثلاثة إن شاء الله كريم. إن شاء الله تستاهل. إن شاء الله تستاهل الناموس. لا راح من 22 و92 أداء ممتاز مبارك أداء ما شاء الله. هذا الطير جناحه طيب لحد الآن. هذا طب ثامن الطير هذا في المركز الثامن حاليا. عالي شوي يسار. إيه نعم. أعطني نص. إيش باقي عندنا حنا؟ هذا فريق البحرين بحرين تيم في هذا الهدد. باقي خمس طيور اللي تنافس في هذا الشوط. طيب بدعي. نعم لحد الآن الأول سيف. لا 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 هذه لا لا. أبيك مبارك تعلق لي هذا الشوط مبارك بالناصر. الطير أصلا طلع أول ما طلع ما شاف. نعم. بعدين الطير موم هي نفس أصلا للدعوة. نعم. الطير يلعب من طلعه يلعب. شوف الحين إحنا لكن شوف وين وصل حتى الآن ما إحنا شوف. نعم. يتكبر الطير وصف. نعم. نذكر المركز الأول سيف حمد سلطان بالجافلة 21 و91 جزء من الثانية. فرخ ولا قرناص؟ الفرخ أعتقد. فرخ ها؟ فرخ نعم. هو اللي كسر. قرناص. قرناص بكر. قرناص اللي كسر. قرناص بكر. قرناص اللي كسر. قرناص. الأول اللي كان تأهل فرخ. صحيح اللي قبله كان فرخ لكن القرناص كسر. هو يمكن اللي نقول بكر. هذا راشد. قوي. غصاب العامري أتمنى له التوفيق. آمين إن شاء الله. في هذا الهدد. الحين الفرص يمكن تكون أحسن من اللي قبلهم خاصة قرب وقت معش الطير. لكن احنا تكلمنا يمكن عن هذه النقطة أن بعض الربع مجهزين طيورهم على أي وقت يا سعد. أي وقت بتهد. أيوة. يكون لازم طيرك جاهز قبل. شوف إذا مجموعتك يا العصر. صحيح. كل ما غابت الشمس عليك ونزلت أحسن لك. بس بصفة عامة تكون أنت حتى لو عندك الضحى عندك الصيف عندك الضرب هي طيرك جاهز. يعني نتكلم عن هذه الطيور فرصتهم أكبر من الطيور اللي راحت حكم قرب يعني مسيانة وحل معش الطير. والله لها يعني لها مقاسات. لها مقاسات. إذا كان الهواء نفس الهواء. أيوة. إذا مقاسات إذا ما بنفس الهواء نفس الشيء. احترك الهواء لا والله. إذا كانت نفس المستوى يعني في الطيار. إذا نفس المستوى. بس بعض الطيور يؤدي أفضل. صحيح يؤدي افضل من ان احنا عندنا طيور الصبح. انا اليوم اول يوم ندعي ضحى طيورنا عشان دواماتنا. عشان شلون دواماتنا ما نقدر ندعي الضحى اليوم. الحراره اول مره ندعيها الضحى حتى ما ادت اللي احنا نبيه. صحيح. نشوف هذا الطير ارتفع جناحه طيب لكن الطير مرتفع وبالتالي يفقد. خلاص باقي ثواني كثير. باقي علي بن سعيد بن كمبش ورمزان بن عبد الله كلهم ابطال. ايضا حمد جمعه بيكون في اخر طير قوي هذا يهد اللي هو الفلاسي. ابو خليل اخر طير اللي بينهد على ستارت شوفه. طير الفلاسي ترشحه انت ولا ستارته بس؟ شوف الطير المفروض يدخل في ال 22 مرتاح يعني. هذا الطير زين. هذا الطير ملك علي. وهذا اللي خذ الاول اول كلام. هذا خذ العام الاول في البحرين. هذا الطير العام الاول في مملكه البحرين واليوم مشارك وقبل الاخير بطيرين
نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. من الطيور المرشحه في هذا الشوط، شوف خفه التلواح سعد، شوف التلواح شلون خفيف، يعني حتى الهواء يلعبه، التلواح ما في وزن اعتقد، هذا مع ان انا صغير التلواح بعد اللي فيه وزن يكون احسن. شوف غير الداعي، غير الداعي عشان لون الثوب، عشان لون الثوب، عشان لون الثوب. قال له ما يبين، عود على لون، لا ما يبين، قال له ما يبين، ما يبين وراء جدار ابيض، هو ما يبين. ايوه اوكي، اذا الطير مو متعود على هذا اللون الازرق، نعم لا احنا متعود هو على الاثنين، ترى متعود على الابيض، احنا متعود هو على الاثنين، بس اذا وقفناك يشوف الرؤيه شلون. ايوه فهم جاهزين باثنين، يا جاهزين كل واحد عنده ثلاثة ثياب. ما شاء الله هذا ممتاز، عثمان يدخل مع هذا اداء ممتاز، هذا الطير يؤدي اداء ممتاز ايضا. شوف المسافه عندك الخط يا سعد، ما قلت لنا يكسر تيم ولا ما يكسر؟ ما يكسر، ما يكسر تيم. نعم هذا الطير 22 وست، هذا ثاني اعتقد، كان الثالث، هذا الخامس لحد الان، الخامس، خامس ها؟ نعم هذا في المركز الخامس، ما شاء الله زين طير، ما شاء الله عليك مبارك. الثالث، نعم الطير الثالث مو بالخامس، الثالث الطير في المركز الثالث. باقي عندنا طيرين، طير الغميزان بن عبد الله بن هجرس الدوسري، وحمد جمعه الفلاسي، اخر طيرين في شوط فئه الشواهين، وهذه الفئه تضم او تشمل الفرخ ايضا القرناص. اتمنى لهم التوفيق. هذا الغميزان متوجه المنطقه بتاعه، سيف حمد سلطان، سيف بل جافله، من يحتل المركز الاول الى حد الان، فمن من من يرغب كسر هذا التيم لابد انه يكسر ال21 و21 و91 جزء من الثانيه. هذا ابو عبد الله نتمنى لك التوفيق، انطلاقه جيده. هذا فرخ شاهين سعد، علق لي على هذا الشوط يا سعد. ما شاء الله مساره جيد الطير، والحين بس خلي يقدم شوي، خلينا نشوف. ما شاء الله تاز الطير هذا، شوف ما سمعت يدش في ال 22، في ال 22 يدش مسارة ممتاز الطير هذا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا الطير حاليا حل في الموقع او في المرتبة السادسة، السادس نعم. ابراهيم هذا هذا الحمده، هذا ابو ابراهيم محمد ابراهيم المسند هو اللي بهد هذا الطير ايضا، يوجه الداعي نشوف هذا القرناش اللي تقولون، قال له اقول لك شوف انطلقت يمين، هذا اللي عليه المشاورات. نعم الله يبارك لكم ان شاء الله، وان شاء الله انه من نصيبكم. شوف ابراهيم، ابو ابراهيم محمد بن ابراهيم المسند هو اللي بهد هذا الطير، طير حمد جمعه الفلاسي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. يدعي لنا ديم. ايش سنه الطير يا سعد؟ بكر. السنه بكر. انا اقول لك خاطر. خاطر ها؟ شو نسميه من الحين؟ تسميه ولا عقب؟ خاطر اسمه. هو اسمه خاطر. اسمه خطر ها؟ ايه خطر. خطر، هذا خطر. شوف الحين بيكلمه بالتليفون وقال له يدعي، شوفه. شو ستارت لا طلع الحين ان شاء الله، شوف. هذا ارتفع ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفه ما شاء الله ما شاء الله. الطير يلعب يا سعد، الطير يا ابو احمد يلعب، يلعب يلعب، شوف 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 يرتفع، روح روح راح يسار، مع انه شوف العمده قال حق الداعي روح يمين، يلعب الطير، شوف شوف يلعب الطير يلعب، فاعتقد في ال 23 هذا الطير 24 11 يستاهل المركز الاول صاحبه بن جافله، بن جافله منصور، نعم يستاهل، يستاهل بن جافله هذا الشوط، ونقول له الف الف مبروك، تستاهل يا سيف بن حمد بن سلطان بن سيف بن جافله.
الفوز بالمركز الأول في فئة الشواهين، وأيضا مبارك للإخوان الباقين من الثاني إلى العاشر الفوز في هذا الشوط. شفنا مبارك، شفنا يعني مستويات جيدة في هذا الشوط. نخبة الطيور الخليج موجودة في الشوط ذا. نعم، ناقصة قطر، بس قطر شاركوا أكيد. لا يعني الطيور في الشوط هذا صحيح نخبة الخليج، إلا بس الطيور القطرية يعني. نعم، فيمكن هذا ارتأت لجنة المهرجان أنه الخليجيين ما يشارككم قطري في الشوط، فهذا من حقهم أنها يشاركون بطيورهم والجوائز لهم، هم ما يخشرها في قطري لأن القطريين خذوا حقهم يمكن في أشواط. بيض الله وجيههم. والحين المهرجان البرثة من أقوى جوائز في جميع السباقات في الخليج. نعم صحيح، نعم يستاهلون. هذه أكيد ميات إلا من جهود كبيرة من الأخوان. وأيضا نقل المسمى من مسابقة إلى مهرجان، مسابقة البرثة إلى مهرجان البرثة، وهو يستحق بزخم هذه الجوائز وأسعارها وأحجامها، أيضا بالفعاليات اللي تنوع، ونشوف كل سنة ما شاء الله إضافة جديدة لهذه الفعاليات. عنا نجي من برا بيض الله وجيهم، يستقبلونك من يوم تدخل من الباب. نعم، وإلين توصل وتسجل واجبهم يا مبارك. بيض الله وجيه، وانتم تستاهلون. لكن نبغي نشوف سلاسة التسجيل في هذه مسابقة. والله جدا سهلة بيض الله وجيهم، ولا حددوا لنا يعني وقت معين، أبد تعال سجل حط طيرك وتظهر الغرعة، حددوا لنا وقت إن نجي من كذا إلى كذا، ومددوا اليوم بعد ساعة قدام، هم قالوا إلى ثمان. نعم، مددوها تقريبا إلى تسعة، يمكن للي متأخر بيض الله وجيهم، في ضباب تخبر. صحيح، واللي بعيد واللي متأخر. نعم، من برا. مبارك، أنا بنتكلم عن رقم طيرك أو تيمة في التليفون، جربت أنت جاك مسج؟ والله بس التلفون معطي العيال يكلمون بعضهم. نعم لا بس جاك انت على طول. نعم على طول، اي شيء سيدي يجيك. اول شيء ترتيبك، ف لا تسال حد ولا شيك من مره كل شيء يجيك في رساله. ترتيبك متى بتهد؟ نعم. وش جاب تيم طيرك؟ بيض الله وجيهم صراحه خدمه والله ما شفناها في السباقات الثانيه. يمكن نشوف بيض الله وجيهم، هذه اول مره نشوف هذا النظام. نعم، احمد عبد العزيز قال لي عنه ورواني اياه، شكرا لك. نعم، للمشاركه. وتيم طيرك بالضبط. نعم جانا. نعم جانا تيم طيرنا بالضبط. ايضا عندك نفس الشيء؟ ما شاء الله عليك، هذا مثال حي موجود. نعم، عند مبارك. عندكم شاشه وتوقيت داخل؟ ايه في كل محل ما شاء الله، كل جلسه لها شاشه وتوقيت، تشوف مرتاح، مو لازم تطلع برا، ولو تطلع برا الشاشه الكبيره تكفي. وبيض الله وجيههم، قهوة رايحة والشاهي وكل شيء موجود. والله يبيض وجيههم ولا بحقكم، والله حقكم أكبر يا أبو إبراهيم. إحنا نتشرف بحضوركم صراحة، وحضوركم لهذه المنافسات، وإحنا نشوفكم ما شاء الله مجتهدين، نشوفكم في الإمارات، نشوفكم في المحافل الثانية. والله نحرص على مشاركات مثل هذه. وأنت الواحد والله إحنا ما نجي نشارك، نبي ننافس. تجي الواحد تبي تنافس مو بتشارك هنا، وما قصروا بعد، في حباري يهدونها اي لا بتشوف لك فرجه اليوم. لكن عندنا طيور سباق، ما جبنا طيور صيد، لكن لا جانا شيء بنحوله على الرجال اللي جنبك. قلت لكم في الساحه شفت شيء اي في الساحه قالوا لنا لازم تاخذون حق الحباري. بيض الله وجيههم، الله يوفقكم ان شاء الله. الله يجزاك. جرب طير المسابقه، يمكن بعد يروح للحبار. والله نبيه طير المسابقه، نخاف عليه. لا والله نطيره في الطياره، نطيره. نعم يعني نرفع ارتفاعات يمكن اكثر من الحبار. ما شاء الله طير المسابقة لازم شوي تقوي عضلات الظهر، تقوي عضلاته لازم. أنا وديت أسبوع اللي فات الرياض مثلا. نعم، واحد من الطيور قال في اختلاف في العضلات عنده. اختلاف في العضلات؟ إيه يعني في شيء أقوى من شيء كذا. هاي أعتقد يمكن مبارك في اتجاه الطيارة اللي طير كله في دوران اتجاه واحد، الله أعلم قال لي كذا. نعم احتمال حتى يمكن من المقيض. يقوى جناح حتى من المقيض. ويمكن احتمال حتى من المقيض المدور. إيه. لأن يطير الطير في اتجاه واحد فتقوى عضلة وترتخي عضلة. بعد حتى في المقيض اللي رابط السبق واحد. نعم. هذه بعد هذه بعد لا لا حتى في الجناح، حتى في الجناح بعد. عندما يكفخ. نعم. يكفخ. يفتر الطير. إيه. يقول كذا. فيصير ضغط على 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 جناح أكثر من جناح. كل عوامل. هذا اللي يربط
بسبق واحد. نعم. شوف حتى رجله بعض المرات تنزل للطرف. سبحان الله. مشكلة هي. نعم. أعتقد النتائج جاهزة. خلنا نشوف وياكم مع المشاهدين الكرام نتائج هذا الشوط فئة الشاهين على الشاشة. في المركز الأول سيف حمد بالجافلة، المركز الثاني بطي سالم الكتبي، المركز الثالث علي سعيد كمبش، المركز الرابع حمد خليفة بالجافلة، والخامس راشد غصاب العامري، في المركز السادس رميزان عبد الله الدوسري، المركز السابع سالم سلطان الكتبي، الثامن سالم سلطان الكتبي أيضا، التاسع سالم سلطان الكتبي، والعاشر مبارك بن إبراهيم البعينين، ويستاهلون جميع مبارك المركز الأول وإخوانه من الثاني إلى العاشر. مبارك لك مبارك هذا الفوز، مبروك شارب العاشر. والله جايبين الشاهين يعني، والحمد لله دخل مع العشرة بيضرة وجه. وتستاهلون تستاهلون. وداع كان جيد والله. لا عندنا احنا عندنا اللي خلى السيارة العام ما جهز إلى الآن، واللي أول العام ما جهز إلى الآن، يعني في طيور إن شاء الله هذا تجهز. مدى جاهزية هذا الطير؟ الطيور جاهزة لكن مو بحق مو بنشركها سباق مثل هذا باقي. نعم. واللي القرناس أنت به يصفي، هذا اللي آخرك شوي في تجهيز. هي. ما تشوف أكثرها فروخ اللي مشارك. صحيح. صحيح. وفروخ ما شاء الله شفنا مستويات قوية. نعم. الله يبارك لهم إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله. وبيض الله وجيهكم. إحنا طالعين فاصل مشاهدينا الكرام، وبعدها بنرجع وياكم إلى هدد الحباري والمتعة في هذه الفعالية. فاصل وراجعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. ارحب بكم من جديد، وارحب باخوي فهد بن علي الكعبي، وايضا ارحب بنبيل بن علي العجمي. يا مرحبا يا ابو علي. مرحب باقي. يا مرحبا يا ابو علي. مرحب باقي ذي خاصك. يا مرحبا بكم. الله يبارك اللي شفناك. الله يبارك. بشرني يا ربك مشارك اليوم. لا والله بس انا جاي اتفرج ان شاء الله. هذا الحباري مالك شيء فيها؟ لا والله ما لي شيء، بس جاي اتفرج والله، وشفت التنظيم وشفت هذا وإن شاء الله. بس أنا مشارك فروخ شواهين في مرمي. فروخ شواهين؟ هذا التحدي. ها هذا التحدي في مرمي. هذا شهر واحد. إيه شهر واحد سبعة. هرب طيرك جاهز بس. إيه إن شاء الله جاهز. تدلى حمام. سنة جاهزة إن شاء الله. تدلى حمام وقوي إن شاء الله. سويت له معسكر خارجي ولا هني بس في قطر؟ لا والله حاليا في قطر، بس نبي نشوف دورنا متى عشان نطلع نسوي معسكر خارجي. وش ميزة ابو ناصر؟ طبعا اكيد نرحبك ونرحب بالمشاهدين. عقب ما رجعنا من الفترة الصباحية واستلم اخوي ابراهيم النعيمي الفترة المسائية، والحين نرجع لكم ايضا مع هدد الحباري. ولكن انا اشوف ابو ناصر اسالك، تجهز برا شو الفرق بين تجهيز فرق الشاهين في قطر ولا انك تجهزه في بلدان خارجية؟ معسكر هي. شوف في قطر احنا جهزنا، بس في قطر ما عندنا محل نهد فيه. يعني قصدك المساحة؟ انت يبي له مساحة. احنا في قطر ما عندنا اي، ما خلوا مساحة، خلاص ما في مساحة. خاصة تكلم عن المناطق الشمالية. احنا المناطق الشمالية وعرة شوي، ما عندنا مكان وعرة ومزارة ولا يبون يدوسون الريضان وشاليهات. ومشكلة اني جيت ما تقدر تدوس الريضان. صدقت. وجيت الاصباخ شاليهات عندك والبر كله قرط، ما تقدر تجهز. وعزاب وخبرك مخيمات تزبن يعني الحمام عندك تزبن. اليوم انا طيري بغيم، شوف يوم يكلمني ريشه مخباي يقول بحط في ريشه، ذكرت ان ريشه مخباي ناسيه ريشه الطير من كثر الهدد. جيت الله يسلمك هديت على حمامه اليوم، وراح وياها هدتي من عند المفير. نعم. ودبر معها صوب الكساره. اي انت بالجهاز ابراهيم متعلق، الريشه متعلقه في العسيل، لو ما جيتها مات، لو بالجهاز مات الطير. سبحان الله. اي والله. وانا ويا العامل فكيناه عقب موت، فكيناه
طبعا ما في محل، ما في محل. طبعا ابو علي انت اكيد معانا في المهرجان ونشوفك حاضر وتآزر اكيد اخوانك الموجودين، ونشوف هذه الفعالية اللي دائما نختتم فيها مع المشاهدين، فعالية هدد الحباري ابو ناصر، وهذه الطيارة والصندوق اللي توضع فيها الحبارة بارتفاع اللي يطلبه الصقار يا ابو ناصر. امس شفنا هدد مميز، هدد ممتاز ان شاء الله اليوم صحيح. بعد شفنا هدد مميز، شفنا مخالاه هذا هو الحباري هذا. نعم هذه الطياره شفتها انت اعتقد بعلي؟ شفتها نعم، امس نعم. ولدي خاله امس عقب طير ما شاء الله اللي نعم. صار طير هناك صحيح. اللي طلعوا اللقطه هذا نعم، هذا حشار طير علي ما شاء الله. وشو الطير حر قرناص هو حمر ما شاء الله. اي السنه صايد، السنه وايد صايد حباري. ونشوف هو طير فرخ شاهين، فرخ شاهين على اول حباره. هذه الفعالية يمكن لها جمهور كبير، جمهور نعم ميزة، يحضرون يوميا ويتم تسجيل كوبون والسحب على 5 حباري يوميا. ونذكر ان بكره اعتقد ان بتكون 10 حباري لان بكره اخر يوم في هدد فعلا يا ابو ناصر. هذه ابشارة، بكره الهدد على 10 حباري ولكن السحب عليها بيكون اليوم للحضور الموجودين 10 حباري، لان ان الله احيانا يوم السبت بيكون كرنفال الختام لهذا المهرجان، بيكون شوط التحدي وايضا شوط الجير ونهايه الصقار. نشوف ارتفاع الطياره. ابو علي انت هنا ودك ان الحباره تكون مرتفعه وايد ولا نازله؟ احنا اليوم اليوم هوا اليوم. لا انا ودي الحباره ترتفع، ليه؟ لان هاي الحباري اول ما تطلع قويه وبعدين الحباره تخف. هذه نشوف الحين في الصندوق، اي شوف طلوع، شوف طلوعها اول ما تطلع قويه، شوف لو ما يرفعونها واجد ما تروح الحباره. طارت الحباره، علق علق ابو علي على هذه الحباره. نشوف ابو علي، شوف شوف الطياره، شوف الطياره الحباره كيف. احنا عندنا شاشتين، شاشه العوده للطير وشاشه صغيره للحباره. الحباره الطير اشوفها طالب الحباره ما شاء الله، قاصدها من قلبي، قاصدها اي يبيها. الطياره هي الطير شلون طالب؟ الطياره طالب الحباره صحيح، غير عجل وجناحه طيب. اما انا ما عجبوني طور اول امس، كلها ما بزينه لان الحباري كانت ضعيفه، لكن خلنا من اول امس الحين اللي نشوفه على الشاشه. هذا قوي الطير، هذا فرق شيء قوي. الله يسلمك. توقع على ذي يا ابو علي؟ لا بيلحق ان شاء الله، بيعلق قبل اتوقع. طير سبوق ما شاء الله، كان اي الله جناحه يبارك. طيب وصل الطير وبعدين لا اظن خلاها نزلها، نشوفها هي ورا الحزوم نزلت. شوف تشاور، تشاور عليها. لا 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 تشاور. شوف الطيارة، شوف هذا الغلط. والله قلنا للجماعة عليكم. شوف هذا الغلط، هذا الغلط، شوف الغلط كيف. وهذا أيضا هدوا طير ثاني، وطير عود على الطير. هذا تصير بعلي دائما، تصير إيه تصير، الواحد يختلف يعني. لا شوف إحنا هذا الحين طلعوا لنا الربع بعلومة الطيارة، الطيارة زينة صح، بس لا تعلم على هذا الطيارة الفانتوم، لا تعلم عليها عند. لا معلش ابو ناصر اقترح عليهم اقتراح، لا تهد الطير لين تنزل الطياره، يعني اللجنه المفروض يعني يشرطون على الطير. وانا قلت لهم امس قلت لهم روحوا سوقوا شوي وعقب نضرب الطير، خلي يشوف. الطيور كلها متعوده على هذا، الطيور تروح على الفانتوم، الطيارة علمت على الطياره صحيح. زين نشوف هنا طيرين يا ابو علي ابو ناصر، لكن زين الصقار تلاحق واحد قبضه واحد. هذه ترى عقابها اللي هد عليه، ما ظنيتي ما ادري ايش ذا الطير ذي. لا لا فيسبوك هذه، ما ادري ايش ذا الطير ذي. حر مخليم، شوف 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 شاهين ما بغى اول خلابه ها. اي نعم مخليم به، فالحر عاد يروح لانه ما يمدي وطلع على الطير. انا قلت يمكن عيزه ولا عقاب جايه. لا 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 هذا الحبارة اعتقد وقعت، هذه الحبارة تصير وحسب الطوفه صحيح، وقعت هي. يعطيك الصحه والعافيه المخرج اللي يعني نقول انه ما تفرط منه الحبارة ايضا وكاميرا على الطير. لكن ابو ناصر وابو علي يعني حتى المخاله يكون في ترتيب ونظام؟ اكيد اي اكيد، لازم ينقبض الطير اللي مهدود، لازم تقبض الطير. شوف امس هدوا عيالنا بالغلط، طير لحق الطير وحول بهنا. نعم هنا. وهذا ايضا نفس الشيء شفناه، ونفس الشيء لان هد استعجل ما خلى شوي يروح. والله اتمنى من اللجنه انه يشرط على صاحب الطير انه ما يهد الطيره الا بعد ما تنزل الطياره. نعم ياخذ عن طيره بتكون الارتفاع الحباره مبينه للطير واضحه. انا اشكر والله اللجنه واشكر المنظمين اللي سووا هاي الشيء كله، والله فرحونا. شوف فرحوا الجمهور اللي نشوفهم على الشاشه، يعني شلون حاضرين شيء شيء عجبه والله. حتى اللي عنده شغل انا اشوف المشغول واجي اخلي شغلي واجي، لانك فعاليات كثيره، فعاليات كثيره. وبيت الشعر اللي حضانه ابو ناصر اقطع كلامك بالخير، العيال فيه قاعدين بعد الاول هناك داخل بالسله قاعدين الحين يمتحنونهم ايضا، ياخذ الاول في مرمي في كل الاول. ما شاء الله ما شاء الله، يا رزقور ما تبور يا الله يرحمه. ما عليك زوجي خشمك يفداك الحين، الله يسلمك. الحين يسوون لهم تجربه مساحه السله، اخذ فيها الاول
وحين بعد العملية في النظرية إحنا يسألونهم عن عارفين كل شيء هم صغير أصلاً العيال عز الله بس أنا والله إني أمدح اللي على رأس يستاهلون عز الله يستاهلون عز الله نسووا شيء صراحة ما شفناه فيه يستاهلون ووجه لهم والله يزيد إن شاء الله ويبارك لهم إن شاء الله ويزيد وبعد إحنا شفنا أيضاً الحماس من المتشاركين وخاصة يوم عرفوا الجوائز وقيمة الجوائز والسيائر اللي صفوها مثل ما قال أخوي أبو ناصر يقول لا خلي السيائر هنا تحفز المتسابقين يعني شفنا الجوائز أيضا موجودة من لكسز من رنج من ما قصروا واللي دعموا المهرجان ما قصروا كلهم داعمين كلهم على رأس سعادة حمد بن خليفة العطية ورئيس مجلس الوزراء كلهم اللي يدعمون ما قصروا كلهم يدعمون عيالهم واخوانهم يعني اولادهم ربعهم هم اصلا هم الراس هم الشرف صحيح في كل شيء لكن بعد السيارات ما راح تبقى الى اليوم السبت لان اعتقد بعد قرار صايب من اللجنة صحيح اخواننا الخليجيين اللي فازوا اليوم اعتقد سيارتين يستلمونها في نفس اليوم في نفس اليوم هذا على اساس ما يتعطلون هذا الشيء زين نعم. هذا الشيء وحتى زين. المبالغ النقديه تصرف الشيكات اليوم صحيح. لانك انت تتكلم يا ابو ناصر اللي جايك من السعوديه واللي جاي من البحرين واللي جاي من الكويت نعم ناسبه واللي جاي من الامارات يعني مسافره مو بمسافر اليوم وبيرجع لك يوم السبت بعد خبر نعم. عنده شغل ولا عنده نعم. فالله يجزاهم خير على هذه النقطه ايضا دائما يقول لك داري خويك خاصة إخواننا من دول الخليج جايك نعم. عز الله هذا ببلاده وجاي عندك عز الله وربعنا كلهم والله صحيح عليهم يستاهلون وهذه يستاهلون تحسب وحنا نقول القائمة سلاسة نعم. التسجيل أيضا تسليم الجوائز في نفس اليوم للي حاب يجلس يجلس أكيد بعض الإخوان الخليجيين لهم ربع وإخوان في قطر صادق نعم يقعدون اليوم أكثر من يوم نعم. لكن اللي عنده عجل وعنده شغل يستلم جائزته والله يحفظه الله يبارك لهم الموسم الجاي ان شاء الله وحين نقول طال عمرك في ديت هاشم كل سنه الجايه بيصير احسن واحسن ان شاء الله هذا اللي الله في تطور انا اشوف تطور ازيد لان اشوف السنه غير عن العام اول العام اللي قبله صحيح انا اتوقع السنه الجايه حتى ربعنا خلاص بيتركون مقناص وانا والله اتوقع انا واحد منهم نعم. ما نبقى الصراحه ما تتعب نفسك خلاص على بال خل عقل المسابقات بس انس مو تبي تدعي الاحبار موجوده تعين الاحبار انا مش تعين الجوائز نعم ولا ومسابقه ترى مشاركتهم فوز عز الله نعم اكيد مو هذا التوفيق عند الله انا اشهد تفوز توفيق عند الله والطيور فيها مبروك توفيق انا صقرت لي فرق شاهين للحين عند الشيبة بن سويلان في الامارات نعم. اللي شاركت في شارة الريان شارة الريان صحيح للحين بطل لا في صيد ولا في اشاره ولا وصقرنا غيره وصقرت غيره والسنة عندي بعد طير طول الله يطول عمر سالم من خلف طرشلي سالم من خلف من ناعي حتى غيرت باسمه هناك في سباق مرمي عطيته باسمه غيرته شوف هني انتظرون حمام قاطع نعم حمام قاطع هذا حمام يقطع من مكان إلى مكان يبحث أكيد عن يعني يروح يأكل يعود يروح عزب يروح يعود مكانه ونذكر بناصر أكيد أنتوا أبخس مني في هذه الأمور هل الحزة هذه تقريبا العصر خلاص اللي حمام العزب اللي يرجع عزبته ويروح الزرع يعني حين وقت عبوره عبوره نعم مكان يرجع مكانه للممسى أكيد وهذا جانب من الحضور هذا أخواننا مبارك لهم في المركز الثاني في فئة عيال إبراهيم البعينين في فئة الحرار نعم أيضا في المركز العاشر فئة شوائي فخ أبو شبك شوفني حتى يعني حطي لك هذا تذكرة عدل فهدل إيه فخ أبو شبك كلنا هذا نعم. أول من علمني عنه أبو ناصر أول ما صدت شرياص الخاضي الغر ما يقصر عز الله نشوف هذا الطير الثاني وأكيد الاستعداد للحبارة الثانية وإن شاء الله نشوف هدد افضل ان شاء الله من اللي تنزل الطياره بس ان شاء الله تنزل الطياره على اساس ان شاء الله نشوف تقفون ولا في هذا الهدد طبعا نشوف هني جانب من الحضور والطياره خلاص ارتفعت ونتمنى مثل ما قال اخوي ابو علي وابو ناصر ان الصقار يصبر لين تنزل يصبر الطياره والله يصبر المفروض سلامه الطير وايضا نشوف نعم هاي بالطير هاي من داخل قوية. هذه هي الحبار شكلها قوية هاي بالطير دي شكلها قوية هي قوية مسكينة الحين عارفة هي وين رايحة انا اشهد تبطل ما تدري انها في الهواء لا بتحول الحين بالطير هذه شوف من عيونها مفاجأة هذه اكو طير ايش اللي مر علينا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله هذا ابو حسين دائما يحمسك في البداية شوف ما شاء الله كان الطير ما شاء الله متوجه جنوب مع الحبارة دابر ابو علي الحبارة الحين اي دابر ما شاء الله شوف شوف سبق الطير شوف سبق الطير الرحمن جناح طيب ما شاء الله ما شاء الله هذا طير معيد وما شاء الله تبارك الرحمن هذا هدد مميز
هذا اللي نبغيه يا ابو علي. هذا رجال يعرف يهد. هذا هو ما يختلف بعض ربعنا بعضهم صقاقير يعرفون بس يختلف. يختلف صحيح يختلف العبارة تخلف تخلف حتى علومه تخلف حتى. انا ايش هذا قلنا السنه الامارات المرزوم مع سالم بن خلف وحمد بن خلف الرابع كلهم من منانع سالم بن خلف الناعي وحمد ومحمد بن خلف كلهم ربعنا واختلفنا وندري ان مهدود الاحبار لكن تختلف غصب انا اشهد وبعدين الخلفه هذه توصل اذا صف الطير يا ابو ناصر انك تهد الطير الثاني بعد من الخلفه قبل لا يمسكونه الصقار ما يتمنى طير يصف اي والله الصقار ما يتمنى طير يصف ويخالون اللي يذبح الصقار اللي دخل هذه بيسولفون بها سنين طويله صادق اللي يذبح الصقار دخل مقناص ومر الطيره هذا والله الطير هذه معيد حتى مسكته يا ابو ناصر شو ما خلى الاحبار تتحرك شكله ماسكها هذا مقواس هذا طير هذا طير صايد من ما وصلوا الجماعة فما أعتقد إن هذه الحبارة تطلع حية متعمد لا بيذبحها ما لهم نعم شوف ضربته من الرأس بارك الرحمن طير هذه يأخذونه حق القلايل شوف راعي منه ما شاء الله هذه زين حق القلايل ما شاء الله من الرأس على طول إيه؟ يخلص يخلص صيدته بسرعة عز الله في طيور أبو علي تخلص وفي طيور عندك لا والله عندك في طيور مثل ما قلت تخلص وفي طيور لا تقعد شوي مع الصيدة تقعد مع الصيدة ويطول وتدوس الصيدة بعضها لا قوي بعض الطيور وخبير في الصيد ما زين انت قلت معيد معيد اكيد بيكون قرناس لكن هل بيكون ايه؟ في من الفروخ اللي خلص اي في النوادر في النوادر اي والله في عندنا واحد اللي ضرب الحبار حولت ميت سيده نادر في بعض الفروخ نوادر نشوف هنا فرحه الشباب العيال الصغار يعني حلو من هذا الصقار شيء اي الله يبارك فرحه الصغير مع الكبير اللهم صل على محمد ونشوف ايضا جانب من الحضور في هذا المهرجان انتظار الحبار الثالثه نشوف هذا الولد شكله مشارك اكيد في مسابقه صقار الواعد نعم والله ربعنا ما قصروا لا شيوخنا ولا ربعنا ولا كلهم سووا الفعاليات سووا صحيح احنا العيال كلهم مستانسين شوفكم العيال كلهم هم يستاهلون الشباب هذول شوف شوف الجمهور هنا كله على على الحدود وحاطين لهم غير اللي داخل سياج هذا عشان ما يتعدون داخل عند التلفزيونات عز الله احنا كله داخلنا قد الاول في الخيمه هذه العود الخيمه واضحه فيها ترى اي ننتظر الحين هدد الحبارة الثالثه تفضل هذه الحبارة الثالثة وهذا صاحب الطير يرجع أساس إنه يأخذ مسافة ما يبغي يهد الطير والحبارة فوقه مباشرة فإذا راحت في مسافة تمنى بس من اللجنة أنها ينبهون أن صاحب الطير ما يهد إلا بعد ما تنزل الطيارة أساس ما يروح للطيارة ويخلي الحبارة فهذه الطيور متعودة على الطيارات الفانتوم في التدريب ويطلع حق الطيارة يحسبها دعو هذه الحبارة الثالثة. ابو ناصر انت قلت ان راعي الطير يرجع ورا يعني اذا هد تحتها على طول هني عسر الطير يتعب الطير يعني. اكيد اكيد الطير ما هو طالع في طلوع فبالتالي بيتاخر في الارتفاع لكن اذا كانت بعيد ما شاء الله جناحها طيب. ما شاء الله. ما هد على طول. هذا الطير الظاهر مربوط. مربوط في المرسل. نسى الرجال. اعتقد. ربط الطير. او ينطر. او ينطر الطيارة نعم تنزل. نعم هذا الهد الطيب. صح هذه راكد هذ اكد راكد الرجال ما شاف فانتظر للحين ما شاف هذا للحين ما شاف في طيور ترتفع يا ابو علي من بعيد يعني من مكانه يرتفع بس الطير يرتبك اللي شاف العالم عرفت اكثر الطيور مو متعلم عرفت هني تغير جناحه اي بس الطير ما شاف ما شاف ها الطير ما شاف نسمع ما شاف. نسمع الهرن هرن السياره راعي الطير على الحباره لأن المفروض أنك تفرع بالطير وشوف السفر بعض الربع يفرع بالطير ما يشوف السفر ظلام من بعد ظلام توقع الحبارة هاي خلاص يمكن نقول يا أبو علي وأبو ناصر يمكن يقول يوم كفخ أول مرة ومسكه ولين بطل سبقه لا ما شاف ما شاف حتى من أول مرة من أول مرة ما شاف لين يتلفت الطير مو بصالفة عينه وبعدين يوم خذ برقعة يقبض الطير ويروح للحبارة الحبارة وقعت ومن الله يسلمك بعد الظلام الطير من البرقع مظلم شوي ولا اخذت عنه ما يشوف الحباره تعرف الطير يمكن جايها شوف الحباره شلون ولا للسيارات هي حلا قد هي تعرف هالشكل تحس تشوف الطير حاسه بخطر مختاضه مختاضه تكبر لا لا ياها لو لا قرب منها لا قرب تكبرت هذه هاي الحركه احنا نقول تبطل عرفها فهي تعرف وتشوف الطير واذا نزل عليها الطير راح تفتح جنحانها وتكبر نشوف ايضا على الشاشه ما شاء الله خرب عود ما شاء الله اي خرب عود شوف حجمه يعني من بعيد
هذا انصاد الطير الحين في القاع بيكسر الطير. لكن لو جاها طير المعيد ما المعيد لها بيذبحها. نشوف ايضا هذه الحباره حذا الشوف يا ابو علي ان شاء الله تنفع للطلع هذه. اي والله واضحه الجماعه ثبتوا الحباره وخلوها مكانها الظاهر ينتظرون هذا واحد بينزل من السياره. ونرحب باخونا طلال بن جبر النعيمي. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا ابو جبر. مرحبتين مرحبا باقي الله يسلمك. هلا بعلي شلونك؟ ساك بخير ابو علي شلونك؟ ساك طيب ساكم خير ساكم خير. يعطيكم العافيه الله يسلمك ابو جبر. شوف شوف الحباره هارب. اي اشوفه. ها هذه اشوفها الحين هو يشوفها منه صحيح. ابو جبر هديت على حباره في هذا هالمهرجان؟ لا والله ما هديت. طيرك ما هدوهني؟ هدوهم بلا العيال هدوه. اي اي والله الحمد صاد تستاهل يا ريال. الحمد لله بركه على الاغى العين هدد. اي نعم حلو مثل هالمهرجانات تعطي فرصه اللي ما قنص يهدي عين الحبايب. اي والله, والله الحمد لله. لا لا والله العظيم شيء طيب شيء طيب. يعني لو توصف ولو بتقول ما انت بقادر. لكن الحمد لله شيء جمع هالمقانيس وجمع هالقطر كلهم عز الله. نعم مثل ما تقول المهرجان هذا. نعم, نعم فعالياته مختلفه. طلال ايش رايك في هذه الفعاليه هذه الحبايب؟ والله هذه فكره حلوه حلوه صراحه. يشكرون عليها الجماعة والله يجزيهم خير وبيض الله يجيهم على هالفكرة ذي. بس الهدد اللي عجبني إنه بطريقة حلوة اللي يرفعونها بالطيارة ويهدون. هذه والله عجبتني. شو هذه الحبارة يبون يقبضونها قبض اليد الظاهر هذا طير عايف أو يحدونها من الحزوم. يمكن بناصر يعني في مكان ويهدون عليها. ما أعتقد هذه الحبارة حولوا لها فالحبارة هارب طلقف ولا أظني. يمكن إذا نزلوا لها بعد بتطير او ينتظرون ان يمكن عندهم طير ثاني جايهم على الطريق بيهدون عليها يمكن. ولا صحيح او يطلعونها من الحفور هذه. لا اي يحطونها يضيقون عليها لان كلنا يبيها حيه. كلنا يبيها حيه صحيح. ابو علي ليش ياخذونها حيه؟ ياخذونها اول شيء يعلم عليها. شوف طارت ما شاء الله. هذه طارت قويه الحباره. نعم هذه الحباره طارت. هذا الله يسلمك ياخذونها عشان يعلمون عليها ولا ياخذونها عشان يربونها لان هاي تربى الحباره ما شاء الله. اي وتنتج هذه الحبارة كارا دي إيه؟ تنتج ما شاء الله. اي نعم هي تفاريخ. يعني هي تفاريخ وهي تفرخ. اخذت له وربت القاع والفت انتجت. نعم. شفناها في ناس عندنا نعرفهم انتجوا عندهم صحيح. ايضا في المحميات يمكن طلال تكلم عنها انتجت وانتجت عند ناس اللي زارع. كلام ابو علي صحيح بس يعني على حسب خبراتنا احنا تم اطلاق الحباري ذي للتفريخ من 2011 في قطر والله الحمد. اذا عينت الامان القذاء بإذن الله تنتج. لكن تجاوز. في الأسر ما تنتج. إذا أنها طليقة تنتج. إيه. سبحان الله. يعني مثل المحميات اللي عندنا مفتوحة. نعم. والله الحمد من 2011 الإنتاج لهذه السنة وهي تنتج عندنا في المحميات. ما شاء الله. عينت لها يعني مثل ما تقول في عناصر رئيسية للغذاء أنت تقوم بها. نعم. وفي نفس الوقت الأمان بإذن الله تنتج. واحد قال لي في الإمارات قال بيضوا عندي وأخذ بيضهم وحطه في المكينة ويفرخونه. صحيح. اي في مزرعه وحط لهم شبك وامان وصحيح. في الاسر يعني ما ولا اي عنده في مزرعه بس ما ادري عاد هو شبك ولا هدها في المزرعه الله اعلم. يمكن بس يقول تبيض ولقط بيض بس يقول ما يعني ما ترك على نعم على البيض. لا ما ترك عليه. والله بعضهم يمكن شفنا فيديوهاته وهذه اي لا هي اللي في تدريب الحباري صوت عليها وتمشي وراه. نعم هذه يا ابو علي وانت سالم يدرب الفروخ الصغار. نعم. الصغار على اساس توالف معهم. نعم. أساس تعطيه في المستقبل أنه يأخذ الخرب مثل ما تعرفين الخرب. نعم. مثل بخيل شحيح. نعم. ما ينتج الحيوانات المنوية للإنتاج. نعم. شحيح. لازم يأخذ على يدربه ويأخذ معاه وقت. بعضها يأخذ 4 سنين 3 سنين. سبحان الله. لكن التفريخ مثل ما قلت لك إذا هي طليقة يعني في محمية مفتوحة وطليقة لا بالله لا تنتج. تنتج. أعتقد هذه الحبارة الثالثة أبو علي. أعتقد أنها الثالثة ولا الرابعة ذي. أو الرابعة. هذه رابع حبارة شوف الهدد شلون غلط. بعض الطيور ما تشوف. هذا الطير العادل. ما شاء الله قاعد يطير يبيها يبيها من قلب. ما شاء الله تبارك الله. زين الحين لقيت الطير شو يبرالها الحين هو يبرالها الحين الطير طياره على جنب هو يبرالها ولا يعادل الهواء يعادل الهواء يعادل الهواء. ما شاء الله. لان شوف الحباره وين راحت. شوف وين جاها. ما شاء الله. يناحر الهواء يعادل. شوف اسمه برشلونه. برشلونه حلو برشلونه. ونسمع تعليق اخونا راشد بن حسين. اي والله نشوف اسم الطير برشلونه. إيه اسم الطير برشلونه كامل بعد مو ميسي ولا هذا معتريها اعتقد هذا
بيضربها ضربه قويه هذا الطير. شوف ما نزل نزول قوي لكن هو معتليها. لا عارف ان الحبارة سهله. وشوف شوف دول شوف 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 ضربته ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ضربها ابراهيم خبره شوف. قال ابو ناصر شكله بيضربها هذا. هنا قامت تتكبر لكن عليها وضرب ضربه صحيح. هذا لو صيدها ضربه عدله في الراس اعتقد الحبارة ما تجي ذي. يستاهل يستاهل عادل اسمه. نعم اسمه عادل الصقار. نعم منو رايد ما تعرفونه؟ والله اعتقد انا من تعليق راشد حسين قال عادل راشد حسين العامري مسى عليه بالخير ويعلق ويسوي اثاره في هذا طير زين ما شاء الله ما شاء الله هذه عليك. الفعاليه ابو جابر ولا يهون ابو علي وابو ناصر للمشاهدين الطيور هذه اللي تضرب هاي ايش ميزتها اللي يضرب الحبار ما يعلقها؟ والله هذه الطيور بعضها معيده عارفه خلاص عارف الهدد عارف الصيد اساس مثل ما تقول بعضها ما يبي يتداوس ويقعد يشبك الحبارة فوق تداوس توجع ريشة هو يبي يوجع يستاجع الطير منها تعور بعضها خلاص خبرة يضربه ولا هي محاولة ميتة يبي يوجع يستدير يحول عليها وأكثر ميتة. اللي يضربون جرانس الهواء أكثر اللي يضربون أكثر اللي يضربون لأنه هذا في الطبيعة اللي أصله الخلوي. شوف هذه عادة هذه عادة شوف ضربتين ما شاء الله شوف 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 ضربتها ضربتين شينا أجعها شوف أجعها إيه بالله حتى ما أقدر أتحرك شوف 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 تكبرت ولكن خلاص تكبرت مستاجعة مستاجعة ما شاء الله مكسورة ولا فيها شيء أي ميزة الطير إذا كان مرتفع والصيدة تحت هو خبرة بعد الطير فاندفاع صوبها أو دويته عليها تكون بسرعة كبيرة. ناصر إيش درك إنه بيضربها تقول هاي بيضربها بيضربها عرف الارتفاع من ارتفاع الطير يبين إذا نزل نزوله قوي فما راح يخفف يمسك كلاب يضربها بعقب ارتفع ودوة مرة واحدة. بنشوف أيضا جانب من الجمهور اللي حاضرين ويستمتعون أيضا. اليوم عندنا أخواننا من دول الخليج نرحب بهم في بلدهم الثاني قطر ونقول لهم مرحبا الله ومسهلا ونبارك حق اللي فازوا سواء كانوا في الشواهين أو في الحرار فئة الفرخ والقرناس الله يبارك لهم يستاهلون. هذه الحين الحبارة اليوم كم اليوم عندهم؟ خمس حبار اليوم خمس هذه الأخيرة الحبارة الخامسة أيضا في يمكن نشوف الجوائز أكوه رنج شاطئ النخبة وصل يا أبو ناصر الرنج ما شاء الله ما عليه لزقات هذا لازم توه نازل لا بيحطون له نشوف عليه شعار البطولة توه واصل لأن بعض الناس ما راح يشيل الشعار بيخلي هذا الشعار والناموس وبيصور معاه تكون تذكار الصورة هذه تقعد يا أبو ناصر أكيد صحيح هذا ما الله يبارك للربع ويبارك محمد بن راشد ما شاء الله على طيارة ما شاء الله يستاهل نشوف يستاهل يستاهلون كلهم ربع عز الله ابو جبر ولا هنون للحاضرين يعني تشوف الكاسز وحذاها رنج يعني من افخم المواتر موجوده الله يبارك شاء الله يبارك حافظ والله حافظ بالله حافظ قلت لك انا السنه الجايه بتغير ان شاء الله الواحد بتلقاه بيطلع الألف طريقه وطريقه نعم تطلع خطط نعم سنتين راحت نعم سنتين راحت حق الرجال جاي هذه ايضا الشوط الخليجيين سيارتين راحت نعم باقي الاكسس المزاين الشوط المزاين بيكون في تاريخ 31 ديسمبر اللي هو اليوم النهائي لهذا المهرجان وهو يوم السبت يوم السبت اللي الطيور وصلت نعم. اليوم كان اخر وقت للتسليم الساعه 10 ومثل ما وصلنا اعتقد ابو ناصر 30 طير اللي شاركوا في المزاين مزاين. نعم يتاهلون 10 بيكونون على الهواء مباشره ان شاء الله معاكم على قناه الريان يوم السبت بعد صلاه المغرب في المقر بيعلنون عن الاول لين الخامس وايضا تسليم الجوائز لجميع الفعاليات منها دعو الشاهين والحر بفئاته الفرخ والقرناس والله احنا نشكر قناه الريان على اللي لا شك على واجب على المجهود اللي سويته الصراحه حق واجب لكم عز الله ان السنه الصراحه عز الله ان سويت الريان شيء ما حد سواه هذا للجمهور والله يستاهلون والله يستاهل في بعض الناس نشكركم كلكم على راسهم مدير الدائره كلهم وجابر ايش رايك من عادي في الصندوق تشوفها ها اي والله يا اخي ترتيب. انا اقول لك ابداع يعني ابداع في التصوير ابداع ما شاء الله تبارك الرحمن جناح طيب يا شاهين هذا. شاهين هذا هذا جناح طيار شاهين هذا الله يبارك فيه ان شاء الله قوي ذا الشاهين ما شاء الله والحباره قويه بعد ما شاء الله اي الحباره زينه ان شاء الله بنشوف هدد طيب روح روح ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. هذا الطير شفت الحركه اللي سواها يرد الحبارة ها؟ رده ورد ورد مرة ثانية يعدل 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 مع الهواء ما شاء الله رد بسبق رد بسبق شو أبو علي هذا الطير هذا لو يدخل في المسابقة على أداء هذا مسوحل أعتقد بيكون له حظوظ لا هذا سبوق صحيح جناح جناح سبوق وصل هذا الطير وصل الحبارة بسبقه صف على ظهره شوف ما شاء الله شفت الحركة اللي سواها الطير هاي نادر من شوي نسويها اللي هي ناطح له وناطح له ورد مرة ثانية في ارتفاعه يرتفع في ارتفاع أسرع صار
سوى حركة ما يسويها كل شيء. يعني لازم إذا بيرتفع الطير لازم يناحر ولا إيه؟ ما لا ناحر هو بس رد ناطح ناطح عقب عود ما شفته يعني اعترض عقب رد مرة ثانية ما شفته سوى حركة ما شاء الله ما شاء الله يبارك فيك الله يبارك حق رعيه شوف 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 هني يوم الله يبارك حق رعيه شوف الطير علق شوف الريش خبره راسه الحين شوف شوف التصوير شوف الحين مقبض الراس هو الحين في الجناح شوف الطير الحين يشوف الحبارة قبض الراس ها الحين قبض راسه شوف استسلمت شوف ينزل شوف ينزل ينزل شوف استسلام كلي من يقبض راسه خلاص عشان يعلق فوق يدي يمشي لين يقبض الراس يعني اذا علقها فوق في جناحها ولا في سبعتها ولا فريلها يدبي نعم قام يدبي ما شاء الله يدبي اظهرها لين قبض راسه لين قبض راسه خلاص تستسلم الحبارة الله يبارك لرعيدي شيخ عليه لين قبض راسه الله يبارك شيخ عليه صحيح عز الله لو كان خرب ما عنده مشكله ما شاء الله كان وما سموه صقر الا صقر ما تشوف بعض الناس والرجاجيل يقول لك هذا صقر يعني فطين يعرف ها يا ابو جابر وابو علي اي والله صقر يعني نشوف يستاهل الصيد اكيد الحين يضاف حق رصيد الطير هذه صايد اي صحيح حتى لو علومه خلاص هاي مو بعلومه هاي فصيله هاي هدينا سيده لا هذه هدتها ازين بعد تكلمنا عنها قدام الجمهور وقدام الشاشات وقدام الشاشات و... يعني تاخذ يعني وايد وايد حتى بعض الطيور تجيها بنوع الرهبه من الجمهور والمكان نعم ما هي كل طير هذا المكان مو باي طير مو كل طير سيده عز الله لا وانت تتكلم على اول ما تاخذ عنها الحباره فوق يعني انكم خالي اي والله اقول لك يعني نعم. شوف المهرجانات هذه طلعت ابداعات حتى الشباب في التدريب بعضهم الطيور وحق الامور فبين عندهم امور جديده طلعت نعم مو بهينين الله يبارك هو حلو ما شاء الله عليه حلو انك تحافظ على الموروث اللي هو الطير وشله الطير وكل شيء نعم. الاساسيات اللي احنا نسميها ولكن ما يمنع انك تدخل عليها التقنيه باحترافيه اكيد نعم. ما في شك اكيد لازم نعم. تطورها وتزيدها لازم تطورها وتزيدها ومع انك محافظ على الاساس اللي هو اللي هو الهويه هويه نعم, نعم. بس هذا التطور ما عاد راح المقناص الاول الناس وراح عاد سقارة الحين جات سقارة غير صحيح الاول سقارة غير والحين سقارة غير حياتك سقارة هدد حمام سقارة تلواح لازم انت شلون تميز الطير شلون تضبط الطير حق هالشيء وشلون تخليه يسوح اي واما الاول لا سقارة اهلنا غير الاول شيء بالنا على قدهم وبعدين لا وسقارتهم بعدين ودام لهم إيه حق حبارة لهم الجيران ما جابر يقول لك اول الوالد إيه؟ الله يرحمه يقول لي جار وقت المقناص اي وطيرنا تاخر قرضه وموسى yeah. هي قرضونه وخضر عشان ما تضرب الحبار ويستاجع لان الموس هو يوجع الطير وطير السبوق اللي عندهم ما عندهم شيء الاول يشكلونه عشان ما يبعد بعيد نوضح للمشاهدين الاشكال اكيد انهم يعرفون ولكن بعد في المتابعين اللي ما قد سمع عن يشكل شلون يشكل يسبق يقبض الريش انا اسويها دوم ويربط الطويله مع الموس وعلى الموس يشكلهم واحده ثلاث ثنتين ثلاث 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 تخف سرعته ولا يرتفع ما يرتفع واجد وما يروح يقدر يعني يلحق الحوق السلم ونسويه احنا اللي تعور طير عندنا وشيء نشكله دوم نشكل ريشه الاول هن يسوونها عشان الطير ما يضيع ونشوف مثل ما شفنا قبل نرجع للمجلس الولد الصغير يا ابو جبر يشل الطير بعد هذه انت تحببها من عادها صغير اي والله ايش اقول لك هو بالعكس اول شيء المهرجانات دي بتجري الاولاد دي تعطيهم حافز قوي ومعلومات انه يشارك ومعلومات كل هالامور دي بتوفرها له في هالمهرجانات فبتلقاه كل سنه يستطمع زود يعني مثل ما تقول كل سنه بيزيد يبي يشارك يبي يكبر في هالامور هذه والله يبارك يعني هالمهرجانات دي لها فعال يعني لها لها حضور ولها جمهور اكيد لها جمهور ما شفنا اليوم حتى من دول الخليج حضروا وزين سحبت على حباري يا رب اخذتكم بنات انتم والله سحبتكم الله يبارك ان شاء الله انا كل يوم اسحب ما حصل شيء عقب الصلاه كل يوم اسحب على اليوم بتحسب استغنيه ابشر بعزك بكره 10 حباري ويوم فالك ان شاء الله الله كريم بكره 10 يعني السحب اليوم 10 على 10 اليوم 10 السحب ان شاء الله لنا نصيب وعلى هذه لا تنسى قال بيع شاهد اقول ابو علي عنك لا ابشر بعزه بس كفو بيض الله وجهك يا رب امرك اسهل ولا عين شيء اتمنى لكم التوفيق ليله ان شاء الله في السحب
ان شاء الله. واتمنى تكونون ويانا بكره وبعد بكره اليوم الختامي. واكيد نشكرك انت يا ابو ناصر، نشكر ضيوفنا اللي جونا، ونشكركم انتم مشاهدينا على حسن المتابعه. ونذكركم بايضا الساعه 8 راح يكون معاكم الاستديو المسائي مع اخوي خالد بن محسن الكبيسي. الى ان نلقاكم ان شاء الله بكره في احداث جديده. تقبلوا مني ومن فريق العمل اجمل التحايا، دمتم في رعايه الله وحفظه.